بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير. مساء الخير يا أستاذ أحمد مجاهد. النهاردة اليوم الرابع على التوالي اللي بقول أو بأطالب أستاذ أحمد مجاهد أو المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم بأن هو يبعت جواب بشكل رسمي ليطالب باستثناء علشان القيد الأفريقي. النهاردة رابع يوم. أول حاجة أنا قلت هبدأ البرنامج النهاردة بكده. مساء الخير يا باشمهندس أحمد، بعد إذن حضرتك كرئيس للجنة الثلاثية التي تدير اتحاد كرة القدم من فضلك ابعت جواب لمد فترة القيد، ولو في حاجة إحنا مش واخدين بالنا منها مش شايفينها حاجة حضرتك ممكن تكلمنا وتقول لنا، أو تكلم أي حد أو أي حد من المنابر اللي حضرتك بتطلع عندهم تقول من فضلكم. زي ما طلعت امبارح حضرتك اتكلمت تقريبا في كل الأمور، ولكن في موضوع القيد ما سمعناش أي حاجة. فالنهاردة رابع يوم، حد 2 3 4 رابع يوم، فأنا قلت هبدأ الحلقة بكده إن أنا أمسي على حضرتك وأقول لك مساء الخير. محتاجين نعرف هل القيد الإفريقي سينتهي في 31/7 ولا حضرتك هتاخد زي ما معظم الاتحادات المحلية الإفريقية عملت، بعتت للاتحاد الإفريقي لكرة القدم وقالت له إحنا محتاجين استثناء والاتحاد الإفريقي وافق بالفعل لثلاث دول أو لثلاث اتحادات محلية، الاتحاد المغربي، الاتحاد الليبي، الاتحاد الجزائري. أتمنى أن الرسالة تكون وصلت، وأتمنى أن حضرتك تكون بعت جواب. ليه أنا بقول الكلام ده؟ بقول الكلام ده لأنه بعد شهر أو بعد أسبوعين ثلاثة هنبتدي نتكلم في مثل هذه الأمور. مش من المفترض النهاردة أن أنا أتكلم في حاجة زي دي لأن أنا عندي ماتش يوم السبت كنادي أهلي يعني، ولكن هل لازم المشكلة تحصل عشان أبدأ أفكر فيها وأتكلم فيها؟ أنا بقول لحضرتك بقالي 3 أيام أو 4 أيام، وده واجبي على فكرة. أنا ما بقولش أن أنا بساعد ولا أنا، لا لا خالص، ده واجبي أن أنا لما أعرف حاجة أقولها على شاشة البيت الكبير أو شاشة قناة الأهلي في برنامج البيت الكبير أقولها. وحضرتك لو سمعتها، وأنا متأكد أن حضرتك سمعتها ومتأكد أن حضرتك الموضوع وصلك، وبالتالي كل اللي أنا عايزه من حضرتك أن أنت إذا كان من الممكن أن أنت تبعت الجواب وتقول للناس أنا بعت الجواب، أنا شاكر لحضرتك جدا. لو كنت حضرتك شايف أو لو كان في إجراء تاني اتعمل من بعد إذن حضرتك لو سمحت ممكن تقول لنا هل هناك إجراءات أخرى تم اتخاذها من قبل اللجنة الثلاثية علشان موضوع القيد أو استثناء مصر من نهاية القيد يوم 31/7؟ بس هو ده اللي أنا عايزه، وهو ده اللي أنا بطلبه من حضرتك كإعلامي أو كواحد بيتكلم على شاشة وبيطلب من حضرتك هذا الموضوع، لأنه هيحصل بعد أسبوع أو 10 أيام إن الناس كلها تسألك أو تسأل اتحاد كرة القدم وتقول له ممكن تدينا الناس اللي هتلعب في أفريقيا، طبعا هي الأقرب لهذا الموضوع. فالناس ممكن بعد أسبوع 10 أيام تقول لك حصل حاجة في الموضوع ده ولا ما حصلش. فأنا بقول لحضرتك من دلوقتي ده الموضوع الأول، وهفضل أشتغل عليه لغاية لما أعرف إجابة لهذا الموضوع، لأنه أنا بالنسبة لي هي علامة استفهام ونفسي أفهمها، نفسي أفهمها. بس إذا كان هناك إجراءات أخرى تم اتخاذها فمن فضل حضرتك قول لنا عشان نسكت ونقول لحضرتك شكرا على الإجراءات اللي تم اتخاذها. ده بالنسبة لموضوع الأول. الموضوع الثاني في هذا البرنامج وطوال الفترة القادمة، وأنا الحقيقة لما بطلع في قناة الأهلي تحديدا في حاجتين بحطهم قدام عيني، بلدي ونادية، بلدي ونادية. أي حاجة بتكلم فيها أو أي حاجة عايز أتكلم فيها ما ببقاش أنا إلا رد فعل ليها. أنا هنا في البيت الكبير ما ببقاش إلا رد فعل ليها، عمري ما ببدأ حاجة. وكل اللي أنا عايزه إيه؟ كل اللي أنا عايزه إن هناك في الماضي، في الماضي كان هناك مشكلة كبيرة أو مشاكل كثيرة جدا بتدعو إلى التعصب. في الماضي من حوالي فترة كان هناك مشاكل كثيرة تدعو للتعصب، وكنا دايما في النادي الأهلي، مش إسلام ولكن النادي الأهلي كان دايما بيبادر بالصمت. كنت أنا دايما أسأل حتى يا جماعة احنا ساكتين ليه على مثل هذه الأمور، ولكن اتضح
أن الصمت هو لغة العظماء، لأن في الآخر حق النادي الأهلي يرجع له وزيادة. فمن فضل حضراتكم، وأنا كلامي ده بوجهه لكل الناس بما فيهم أنا، يلا عشان محدش يزعل، من فضل حضراتكم إذا كان هناك أنا بتكلم عن النادي الأهلي، هفضل أتكلم عن النادي الأهلي وهفضل أقول أرقام وتاريخ النادي الأهلي وهفضل أقول كل ما يخص وكل ما يميز النادي الأهلي. فمن فضل حضرتك إذا كنت عايز تتكلم، اتكلم عن النادي بتاعك فقط. هذا البرنامج سيكون بالفعل هو البيت الكبير لكل الأندية. عايزين نسمع الكلام ده كويس، لأن أنا اتفاقي مع الكل أن يكون هناك دائما خلال الفترة القادمة نبذ للتعصب، وهو ده اللي احنا عايزين نوصل له في النهاية. ممكن نغيظ بعض شوية، نتكلم مش عارف ايه على سبيل الهزار يعني، ولكن نحن نصل الى مرحلة زي اللي احنا كنا شايفينها قبل كده، اعتقد ان الامر لن يصل الى هذه الدرجة على الاقل من ناحيتنا احنا هنا في هذه القناة في البيت الكبير. إلا لو كنت حضرتك عايز، أنا عارف أن النادي الأهلي قيمته كبيرة جدا، وقيمة النادي الأهلي هي اللي بتخلي أي حد يتكلم عنه، أنا ده عارفه ومتأكد منه لأن أنا بشوف الكلام ده. فقيمة النادي الأهلي الكبيرة تخلي أي حد يتكلم علشان يبقى فيه كلام على الشخص اللي بيتكلم ده، ويبقى ترند والكلام اللي حضراتكم عارفينه ده. ولكن أنا دايما اتجاهي هنا داخل البيت الكبير، وده بالاتفاق مع كل الناس الحقيقة، نحن لما نيجي نعمل ترند يا جماعة نعمل ترند إيجابي. يعني إيه إيجابي؟ يعني الناس تستفيد منه بشيء، الجمهور الأهلي يستفيد منه بشيء، ولو جمهور مصر كله عايز يستفيد منه يستفيد من هذا الترند الإيجابي، وليس مجرد أن أنا طالع، أنا آسف في الكلمة، أن أنا أشتم في فلان أو علان وفلان أو علان يشتم فيه. الترند ده اسمه ترند سلبي. أنا شخصياً أو دايما اتجاهنا مش إسلام برضو، إدارة أو الإدارة في النادي الأهلي طول عمرها من 1907 وحتى الآن دايما اتجاهها في مثل هذه الظروف كيفية الاستفادة من أي شيء. الاستفادة بمعنى أن الناس كلها تبقى شايفة وعارفة أن البيت الكبير، وده الكلام اللي بيسعدني جدا، أن كل الناس في السوشيال ميديا بتقول البيت الكبير بيت لكل الناس، زي ما احنا بنتكلم هنا أو زي ما البرومو للبيت الكبير اتكلمنا فيه. عائلة الأهلي هو السلوجن اللي كابتن خطيب ومجلس إدارته وضعوا في بداية انتخاباته، هو ده اللي احنا بنقوله. عائلة الأهلي، عائلة الأهلي بتضم كل الأهلوية وكل حاجة، ولكن ليه ما يبقاش معانا من الإسماعيلي، وليه ما يبقاش معانا من هنا، وليه ما يبقاش معانا من هنا، وليه ما يبقاش معانا من هنا. هذه هي عائلة الأهلي، البيت الكبير أو النادي الأهلي بيجمع كل الناس، وهو ده اللي هنشتغل عليه وبنشتغل عليه خلال الفترة اللي جاية. فعشان كده من فضل حضرتك أو من فضل أي حد بيتكلم، يتكلم عن نادي فقط بعيدا عن النادي الأهلي. حضرتك عايز تنتقد أداء لعيبة أو أنت حقك، ما عنديش مشكلة خالص، ولكن كل الكلام اللي أنا بقوله ده أنا بقوله ليه؟ بقوله لأنه اليومين ثلاثة اللي فاتوا دول مش عايزين نرجع اللغة اللي كانت موجودة زمان، عايزين نفضل ماشيين كل واحد بلغته وكل واحد بأسلوبه وكل واحد بطريقته. وعلى الجمهور، على الجمهور أن يقيم اللي عايز الناحية اللي عايز يروحها فين، وده يتماشى مع الجمهورية الجديدة في مصر. زي ما حضراتكم شايفين التطور في كل شيء، تطور في كل شيء. فاحنا عايزين نتطور في كل حاجة، نتطور في الأخلاق، نتطور في المبادئ، في القيم، في المثل. دايما لما كنا نتكلم على النادي الأهلي خلال الفترة السابقة، أنا آسف أن أنا طولت في هذا الموضوع شوية ولكن لازم أقول هذا الكلام، لما كنا دايما نتكلم ونقول مبادئ النادي الأهلي وقيم النادي الأهلي ومثل النادي الأهلي، كانت الناس تقول لك إيه يا عم اللي أنتوا بتقولوه ده أي كلام، الكلام اللي أنتوا بعض من لا يشجع النادي الأهلي كان دايما يقول الكلمة دي. فمن فضل حضراتكم اللي عايز يتكلم يتكلم عن نادي، انتقد اداء فرقه، انتقد كذا، انتقد كذا، ولكن دون الخوض في اعراض حد ولا تغلط في حد ولا الكلام ده كله. وهو ده اللي هنشتغل عليه خلال الفتره اللي جايه، لان زي ما قلت لحضراتكم قبل كده البيت الكبير ده هو اللي بيجمع كل الناس. وفي النهايه النادي الاهلي زي ما قلت لحضراتكم قبل كده هو نادي الوطنيه،
كل الناس اللي في النادي الاهلي بتمشي على سياسه الدوله، الدوله المصريه اللي احنا عايشين فيها، اللي احنا عايشين في خيرها، اللي لحم اكتافنا من خيرها. ف اللي هيحصل الفتره اللي جايه زي ما قلت لحضراتكم، بس على فكره ده مش معناه ان حد هيسكت على الغلط. محدش هيسكت على الغلط ابدا ابدا ابدا، مهما حصل ومهما كان. لو حد غلط هنحذره ونقول له مره واتنين، ولكن هنرد في الوقت المناسب لينا والمناسب لطريقه النادي الاهلي ولاسلوب النادي الاهلي، الطريقه المهذبه اللي بنتعلمها من الجو اللي حوالينا، الجو اللي احنا عايشين فيه، جو مصر دلوقتي كده. انت تتكلم لما تيجي تتكلم تتكلم بالاخلاق وبالمثل. مصر كلها كده، من اول الرئيس اللي بيدشن هذا الموضوع، رئيس السيسي بيدشن هذا الموضوع من 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 اول ما مسك رئاسه الجمهوريه لغايه دلوقتي. الاخلاق والمثل والقيم اللي احنا دايما بنشتغل عليها واللي احنا عايزين نشتغل عليها خلال الفتره اللي جايه. فمن فضل حضراتكم هنفضل دايما محافظين على وحده الصف، وهيفضل دايما في نبذ للتعصب، ولكن لن نسكت ابدا على حق حضرتك اردت بيه باطل، او كلمه حضرتك قلت حاجه علشان توديها للناس بشكل او باخر، او اي تجاوز يحصل في حق النادي الاهلي او في حق حد من النادي الاهلي. بفضل حضرتك خليك في ناديك، وانا هفضل زي ما انا، هفضل اشتغل بالطريقه وبالاسلوب اللي انا شايفه واللي جمهور النادي الاهلي عايزه. وهذه هي طريقه واسلوب جمهور النادي الاهلي، الاحترام، الادب، الاخلاق، حتى لو كان اللي قدامي ما بيعملش كده، هحاول اجيبك على الخط بتاعي. عمري ما هروح للخط بتاعك ابدا، هفضل وهروح للخط اللي انا عايزه واللي الناس كلها عايزاه واللي البلد عايزاه واللي النادي الاهلي دايما عايزه وبيمشي في طريق. فعشان كده هنفضل ماشيين في هذا الطريق، وان شاء الله ان شاء الله هو الطريق ده اللي هينجح، لانه خلال السنوات السابقه بان بالدليل وبالبرهان ان كلمه الحق هي الكلمه العليا دائما، حتى لو كان الباطل بيزعق شويه او بيتكلم شويه وبياخد له يوم اتنين تلاته، شهر اتنين تلاته، سنه اتنين، ولكن في النهايه كلمه الحق دائما هي التي تنتصر. كلام فلسفي وكلام كبير، ولكن هذه هي الحقيقه. عندنا حلقه النهارده مهمه جدا الحقيقه، يوم السبت ان شاء الله مباراه هامه جدا. انا ما زلت عند رايي مباراه يوم السبت واحده من اقوى المباريات اللي هيلعبها النادي الاهلي، مباراه 50-50، مش هقول 60-40، 50-50. النادي الاهلي بيدخل هذه المباراه ونسبه فوزه وصعوده للدور النهائي هي 50%، نادي الترجي نسبه صعوده 50%. هذه هي المباراه الهامة هذا الأسبوع اللي هنتكلم عنها خلال الأيام القادمة. طيب خلينا بقى نروح لأخبارنا النهاردة. زي ما قلت لكم عندي النهاردة حلقة دسمة جدا، هنتكلم فيها عن أمور كثيرة جدا في جزئين. الجزء الأول النهاردة هيكون معايا دكتور أحمد ثابت وكابتن كريم سعيد، هنتكلم عن في اللوحة أو هنتكلم على شاشة التلفزيون، هنتكلم فنيات وهنوري حضراتكم كيف يلعب الترجي وطريقه لعب الترجي المتوقعه خلال المباراه القادمه، من وجهه نظر طبعا محللي قناه الاهلي احمد ثابت وكريم سعيد. ده في الجزء الاول. الجزء الثاني ايضا هيكون معايا اثنين من النقاد الرياضيين الكبار، الاستاذ محمود صبري والاستاذ عصام شلتوت، وهنحاول نجيب حد من تونس طبعا علشان نتكلم فيما يحدث خلال هذه الفترة ومباراة يوم السبت القادم. حلقة النهاردة حلقة دسمة. امبارح الحقيقة أنا برضو بشكر حضراتكم جدا على ردود الأفعال على حلقة الكابتن طارق العشري، حلقة دروس في التكتيك والثقافة الكروية، نتمنى أنها تكون عجبت حضراتكم. جات لي ردود أفعال جيدة جدا على حلقة امبارح. خلينا نطلع فاصل أول، وبعد هذا الفاصل أول ما هنرجع هنقول لحضراتكم بعض الأخبار، بعد كده هستقبل ضيوفي اللي هيكونوا معايا في أول فقرة. نطلع فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم. الأهلي مش أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى، رجعنا لبيتكم البيت الكبير، دايما متواجدين مع حضراتكم من خلال البيت الكبير كل يوم من الحد للأربع من الساعة 10 للساعة 12، فيما عدا يوم الاثنين بنبدأ الساعة 11 لغاية الساعة 1.
خلينا نروح لأخبار النادي الأهلي، وعندي أخبار هامة جدا. النهاردة الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بيستقبل سفير كوريا الجنوبية في القاهرة. استقبل كابتن محمود الخطيب عصر اليوم بمقر النادي الأهلي بالجزيرة السيد هونج جين ووك سفير كوريا الجنوبية في القاهرة، ورحب الكابتن الخطيب بسفير كوريا معربا عن تقديره لزيارته للنادي. أعرب سفير كوريا الجنوبية عن اعتزازه بلقاء الكابتن محمود الخطيب وتواجده في النادي الأهلي نادي القرن الإفريقي والمتوج ببرونزية كأس العالم للأندية، وقال أنه يعرف الكثير عن تاريخ الكابتن محمود الخطيب أحد أساطير كرة القدم المصرية والأفريقية، ويتابع بإعجاب شديد النجاحات التي يحققها الأهلي على كافة المستويات القارية والعالمية. الحقيقة السفير الكوري الجنوبي أيضا أقام بجولة تفقدية في النادي، راح ملعب التتش زي ما حضراتكم شايفين، راح حمام السباحة، راح دولاب البطولات كالعادة. طبعا دولاب عندنا بسم الله ما شاء الله دواليب خلصت، ولكن هنجيب دواليب تانية، هنجيب دواليب تانية عشان نكمل بقية البطولات. وأيضا زار السفير الكوري الجنوبي صالة الأمير عبدالله الفيصل والنصب التذكاري للشهداء وملعب مختار التتش أمام حضراتكم. هذا الملعب الرائع الحقيقة اللي حرصت إدارة النادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة على تغيير الشكل زي ما حضراتكم شايفين، ووضع صور الشهداء ودهان المدرج باللون الأحمر، حاجة جميلة جدا. تخش يا جماعة مختار التتش ده أو الملعب الكبير ده، تحس إن أنت عبق التاريخ وعبق النادي الأهلي متواجد مهما كانت التجديدات ومهما كانت الأمور، اللي دائما ما يكون مجلس إدارة النادي الأهلي حريص على أنه هو يجدد وبشكل دائم. الحقيقة زي ما حضراتكم شايفين على الجانب الآخر المدرج تم هدمه، المدرج القديم تم هدمه بسبب طبعا أو بيتم هدمه خلال هذه الفترة، ولكن يظل دائما عبق التاريخ في هذا الملعب وهذا الملعب الكبير والرائع الحقيقة. وزي ما حضراتكم شايفين الصورة اللي أمام حضراتكم دي هي قيمة النادي الأهلي ونادي الوطنية، النادي اللي دايما بيكون واقف في كل شيء. السفير الكوري الجنوبي بيبقى دايما أو بيكون هم متواجد أمام حضراتكم وبيزور النادي الأهلي وبيتفقد ملعب مختار التتش زي ما قلت لحضراتكم، حمامات السباحه المتواجده في النادي، كل النصب التذكاري للشهداء، كل حاجه الحقيقه زارها السفير الكوري الجنوبي. طيب خلينا نروح لكابتن سيد عبد الحفيظ بيطالب بطي صفحه مباراه الذهاب امام الترجي، والكلام ده انا قلته لحضراتكم دائما خلال اربع ايام. الناس عماله تقول لي يا عم اسلام انت عمال تتك قوي في النقطه دي ليه؟ انا اسف جدا يعني، ولكن ان انت تلعب كره قدم فبتديك خبرات معينه. من الخبرات اللي الواحد شافها انا يعني المباراه اللي جايه انا عايز لعيبه النادي الاهلي تبقى 100% من مستواها و100% تركيز في المباراه ويكسبوا المباراه. فالواحد شاف حاجات كتيره جدا في كره القدم. صدقوني يا جماعه فريق الترجي فريق ممكن فنيا نتكلم زي ما احنا عايزين، وده يقول لا وده يقول اه، ولكن الفرق الكبيره دي دايما بتبقى ليها قومه، قومتها بتبقى قويه جدا. عايزين الترجي يقوم طبعا وكل حاجه، لكن بعيد عن النادي الاهلي. لعيبه النادي الاهلي لو مركزه 100% مع مديرهم الفني ومع خطه المدير الفني اللي هيحطها ومع التشكيل، ان شاء الله نكسب اي حد، اي حد نكسبه. فعشان كده انا نفسي اللعيبه، وهو ده اللي بيحصل وهو ده اللي احنا بنشوفه خلال زياراتنا للنادي خلال الفتره السابقه، اللعيبه ما بتعملش حاجه غير ان هي مركزه في الملعب فقط، عايزه تكسب الماتش ده باي طريقه، عايزه تصل للدور النهائي وبعد كده يحلها الف حلال. نبقى نتكلم بقى عن الدور النهائي في وقتها، ولكن اعدي ان شاء الله مباراه يوم السبت القادم. وانا شايف الوعي الجماهيري الحقيقه حاجه رائعه، حاجه رائعه الحقيقه. على السوشيال ميديا الناس كلها بتقول هنساندكم وهنفضل وراكم، حتى لو من خلال السوشيال ميديا وكل الكلام ده. انا سعيد جدا جدا بردود افعال جمهور النادي الاهلي على لاعبتهم وعلى فريقهم وعلى قناتهم وعلى كل حاجة الحقيقة. سعيد جدا جدا بما يتم تقديمه. الجمهور ده هو اللي الملهم لينا، الملهم لينا في كل حاجة، سواء كلاعب أو كواحد واقف هنا أمام الشاشة. أنا بالنسبة لي الجمهور هو الملهم، الجمهور هو اللي دايما بيلهم الإنسان وهو بيتكلم، أو اللعيب وهو بيلعب في الملعب الباك رايت
بما اني كنت بلعب باك رايت يعني، واقرب واحد للجمهور لما كان الجمهور بيزعق او بيعمل او بينتقد الاداء كنت انا اول واحد بسمع، فكنت بموت نفسي اكتر وبنقل ده للاعبين اللي جوه الملعب. فالجمهور النادي الاهلي جمهور ملهم، فعشان كده انا متاكد ان هم خلال الفتره اللي جايه الثلاث اربع ايام مش عايزين نفكر في اي حاجه، ولا عايزين نروح لهنا ولا هنا ولا هنا، عايزين نفكر في ان شاء الله ان احنا نساند الفريق، وحتى لو على السوشيال ميديا، على السوشيال ميديا ده كل لعيب بيبقى ماسك تليفونه بيفتح وبيقرا. ساند فريقك على السوشيال ميديا علشان ان شاء الله ربنا يكرمنا يوم السبت، وبعد كده نفكر في اللي جاي، نفكر في الدوري، نفكر في الكاس، لو ربنا كرمنا وصعدنا نفكر في المباراه النهائيه وهنلاعب مين ومش هنلاعب مين والكلام ده كله. فالكابتن سيد عبد الحفيظ طالب اللاعبين بطي صفحه مباراه الذهاب امام الترجي. موسيماني بيعقد محاضره للاعبين بالفيديو. والنهارده انا الحقيقه برضو هوري لحضراتكم عشان نعيش في الجو مع بعض، علشان نعيش في الجو مع بعض ان شاء الله هقول لحضراتكم، عندي تقرير هام جدا هوريه لحضراتكم. ولكن زي ما حضراتكم شايفين موسيماني دائما بيتكلم مع اللاعبين في محاضره فنيه، بيتكلم مع موسيماني مع اللاعبين بكل شيء. كابتن سيد عبد الحفيظ زي ما حضراتكم شايفين، خدوا بال حضراتكم، بصوا للوشوش، بصوا للوشوش اللعيبه، ممكن تلاقيه بيضحك وبيهزر بس وحضراتكم تعرفوا اكتر مني الكلام ده. بص الراجل مركز في ايه، بيبص للسبوره اللي في ايديه، وبيبص للاعيبه اللي حواليه، وبيتكلم مع ده وبيقول ده اعمل كذا وهنعمل النهارده في التمرين كذا. هو ده اللي احنا عايزينه، هو ده التركيز. علي اهو بيهزر، بيطلع سامي قمصان، بيطلع سامي قمصان من او بيطلع رامي ربيعه. هو ده الكلام اللي احنا عايزينه، عايزين التركيز، ولكن مش تركيز زياده عن اللزوم، لان التركيز الزياده عن اللزوم بيوديك في حته تانية. فان شاء الله ان شاء الله يوم السبت يكون النادي الاهلي مستعد تماما ان شاء الله ان هو يلعب هذه المباراه. دايما على فكره، دايما انا بقول لحضراتكم الكلمه دي، ودايما حضراتكم بتبقوا مساندين في هذا الموضوع. احنا عايزين فريقنا يلعب افضل حاجه يوم السبت، يعمل كل حاجه. النتيجه دي محدش يعرفها، محدش عارف النتيجه ايه اللي هيحصل يوم السبت. فعشان كده عايزين فريقنا يبقى دايما جاهز، يبقى دايما مركز، يبقى دايما بيفكر في كيفية المكسب في المباراة القادمة. النهاردة برضو في إطار حالة التصحيح اللي بيعملها بيتسو، موسيماني بيصحح أخطاء اللاعبين داخل المران. محمد هاني حمد الله على السلامة بيشارك في المران الجماعي كاملا بعد التعافي من الإصابة. بشرة خير للاعيبة النادي، لجمهور النادي الأهلي، وجود محمد هاني وعودته للمران الجماعي كاملا بعد التعافي من الإصابة. طبعا الحمد لله ربنا كرمنا بوجود أقرب توفيقه، من قبله كان بيكم، ولكن محمد هاني الحقيقة واحد من أفضل اللاعبين اللي بيلعبوا في مكانه. نتمنى له يا رب إن شاء الله أنه يكون متواجد خلال المباريات القادمة. أيضا بيكم بينتظم في التدريبات الجماعية. الحمد لله على السلامة يا بيكم، الحمد لله على السلامة يا حبيب. أيوة الحمد لله على السلامة. وهم دول اللاعبين اللي احنا بنعتمد دايما عليهم لما يبقى عندنا مشكله هنا مشكله هنا مشكله هنا، بتلاقي بيكم موجود، بتلاقي اكرم توفيق موجود. هم دول لعيبه النادي الاهلي، وهو ده قطاع الناشئين اللي متواجد في النادي الاهلي. هو اللي طلع لنا اكرم توفيق، هو اللي طلع لنا احمد بيكم، هو اللي طلع لنا ايمن اشرف، هو اللي طلع لنا قبل كده حسام عاشور، هو اللي طلع لنا قبل كده عماد متعب. فحاجات كثيره جدا جدا، وحاجات هامه جدا، وامور هامه جدا. طيب اخر خبر عندي عشان اطلع استقبل ضيوفي. اولى حلقات البيت الكبير كانت مع الكابتن التاريخي لنادي الاهلي كابتن شادي محمد. هذه الحلقه كانت ما بين قبل الحلقه الحقيقه كانت ما بين التأييد والرفض من البعض، ولكن ما رايته من مظاهره حب في هذه الحلقه ان احنا نبقى ترند رقم واحد لمده طويله جدا، لمده 4-5 ساعات تقريبا، اعتقد ان ده شيء رائع جدا. ما بين كل تويتة وتويتة كانت بتتكتب كانت مظاهرة حب لوجود الكابتن شادي في قناة النادي الأهلي. النهاردة كابتن التاريخي للنادي الأهلي كابتن شادي محمد بيزور مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي داخل ملعب مختار التتش. انت بتقول ايه يا إسلام؟ أيوة اتفضل. كابتن شادي محمد بيزور فريق النادي الأهلي داخل ملعب مختار التتش قبل مواجهة الترجي. صورة بألف معنى، وصورة بألف
كلمة لكل من حاول، لكل من حاول ان هو، خدوا بال حضراتكم، مهم جدا ان الناس تبقى عارفة قيمة الكابتن محمود الخطيب. كابتن محمود الخطيب ده هو القيمة بتاعتنا، هو رئيس النادي الأهلي، والقيمة الكبيرة للنادي الأهلي كابتن محمود الخطيب. أول وأنا سألت شادي السؤال ده، أول حاجة عملها كابتن خطيب لما قابلته عمل إيه؟ قال له خدني في حضني وقعدت أعيط. ده بالنسبة لشادي. النهارده شادي كان قاعد مع الكابتن محمود في التمرين وقعدوا يهزروا ويضحكوا ويتكلموا وكلام محترم جدا. هذا هو النادي الأهلي، هذا هو رئيس النادي الأهلي بيحاول يلم كل الناس عشان اسم النادي الأهلي ليظل دائما النادي الأهلي هو إيه؟ ها؟ عايز أسمع. النادي الأهلي هو إيه؟ البيت الكبير. النادي الأهلي هو البيت الكبير، ورئيس النادي الأهلي يظل دائما أسطورة في كرة القدم، ولكنه رئيسا لمجلس إدارة هذا النادي الكبير العريق اللي دائما زي ما قلت لحضراتكم بيحاول يلم الناس كلها حوالين البيت الكبير النادي الأهلي، بغض النظر عن ما حدث قبل ذلك. صفحة واتقفلت ونبص على اللي جاي، صفحة واتقفلت ونبص على اللي جاي. طيب خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل دكتور أحمد ثابت وكابتن كريم سعيد. رجعنا بقى من أيام كأس العالم، من أيام الأهلي في المونديال، لأول مرة هيكون معايا النهاردة دكتور أحمد ثابت وكابتن كريم سعيد. هنتكلم كالعادة زي ما حضراتكم دايما متعودين مننا، هنتكلم بالفيديو، هنتكلم بالصور وبالدلائل وبكل شيء، ووجهة نظر فنية بحتة لدكتور أحمد ثابت وكابتن كريم سعيد بعد هذا الفصل. احنا بنعليها، احنا بدعنا الصنع انتم جايين بعدينا، احنا نهد جبال اسأل يا ابني علينا. الاهلي سيد القارة واتقال واحد فيها، بطولة يمين بطولة شمال كله عالسكة وشغال، بالضربة القاضية هتتشال. الاهلي معلم اجال، مفيش تعب بيأثر فينا، احنا تاريخنا بيحكي علينا، الجماهير ملايين حوالينا بتشجعنا وبتقوينا. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى، ورجعنا لحضراتكم دائما في البيت الكبير. خلوني ارحب باثنين من الكابلز، كابلز الحقيقه عملنا ثلاثي، يعني كان الناس كلها الحقيقه كانت مبسوطه جدا بوجود الدكتور احمد ثابت. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله، مشرف ومنور. الله يكرمك ومبروك لحضرتك العوده ومتالق كده. ربنا يخليك. احنا لابسين زي بعض وكريم لا حاجه كريم يبقى بس احنا لابسين سيديري وبتاع. ماشي، ازيك يا كيم؟ ده كابتن اسلام، وحشني والله يا كابتن اسلام. سعداء جدا بوجودك معانا. وانا سعيد والله، والف مليون مبروك كل شيء، يعني الديزاين وكل حاجه ممتازه جدا. واحلى حاجه فعلا زي ما حضرتك اتفضلت وقلت في الانترو، ان الاجواء بتفكرنا باجواء المونديال. كانت ايام حلوه، كانت ايام حلوه، اهلي في المونديال، ونتمنى ان شاء الله نكررها باذن الله. سؤالي الاول، انت مش لابس زينا ليه؟ والله قلت اغير بقى يعني. ماشي، طب تعالى اقعد هنا بقى. يعني طبعا ببقى سعيد جدا الحقيقه بوجود كريم سعيد واحمد ثابت. الحقيقه الاثنين دايما من الشباب اللي حضراتكم عارفينهم، واللي دايما بتبقوا مبسوطين بوجودهم معانا على الشاشه، مش علشان حاجه، ولكن لان هم الحقيقه بيعملوا شغل رائع جدا 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 من خلال وجودهم دائما في شاشه قناه الاهلي مع خلال الايام اللي فاتت كلها والايام اللي جايه. النهارده اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين في البيت الكبير، بيت الاهلاويه كلهم. كريم، خليني ابدا معاك سريعا عشان عايزين نستفيد بوجودكم الحقيقه بالفيديوهات اللي حضراتكم جايبينها لنا والتاكتكس اللي انتوا هتعرضوها لنا النهارده. كريم، قول لي رايك في مباراه النادي الاهلي الاولى ووجهه نظرك في المباراه الثانيه. طبعا المباراه الاولى اعتقد يا كابتن اسلام اهم حاجه فيها اثار فتره الراحه اللي النادي الاهلي اللعيبه والجهاز الفني خدوها. مصر انت برضه؟ اه جدا جدا، عجباني اول حته دي، بحب اقولها. طبعا فتره الراحه، احنا بنتكلم عن فتره راحه جت ممكن وسط الموسم، ولكن بعد فتره طويله من الضغط، وبالتالي وضح اثارها الايجابيه في المباراه. الطبيعي ان اللعيبه بيجوا في وسط الموسم، المفروض نلعب مباريات متتاليه. طبعا حضرتك طبعا يعني سيدي العارفين، وانت في وسط الموسم لازم يبقى دايما رجليك في الملعب، ولكن الفتره الاخيره للعيبه النادي الاهلي خصوصا في سنه بعد سنه كورونا، بنتكلم على فرقه ومجموعه من الرياضيين مضغوطين
لسنتين بشكل متتالي، وبالتالي وصلوا لمرحله فعلا من الملل والتعب والزهق وكل حاجه. اول ما اديناهم شويه راحه واديناهم شويه يعني استراحه وراحوا فكوا نفسهم شويه، على اللي راح البحر واللي راح صيف واللي خرج مع اولاده والدنيا بقت سهله شويه، شفنا اداء مرتاح ومختلف تماما. وهدي مثل بسيط، الصوره المتداوله على السوشيال ميديا ما بين ايمن اشرف ومحمد الشناوي، وايمن اشرف يبدو ان هو عنده بعض الشماته. انا عارف السر بس مش هقوله، يعني مش هقوله دلوقتي لان هم ان شاء الله يجوا يقولوه. تمام، عنده بعض الشماته ان فيكتور جوميز الحكم يعني بيكلم الشناوي بشكل، اخيرا لقيت حد بيزعق لك. بالظبط كده. والنتيجه كانت 0-0. كان لسه النادي الاهلي ما تقدمش في النتيجه، واضح الاريحيه يعني. بالظبط 0-0 وفي ضغط. وايه يا كابتن اسلام، بنتكلم مباراه اتاخرت لمده ساعه، ضغط عصبي وجماهيري وشغب جماهيري قدامنا وقنابل مثيره للدموع وحاجات يا اجواء مش راضيه خالص، ومع ذلك اللعيبه هاديه. والموقف الثاني احتفال محمد شريف واللعيبه الاكثر من رائع الهادي بالهدف. كسبنا الترجي في تونس وجبنا الهدف لسه ما حصلش حاجه. بالظبط، احنا ما عملناش اي شيء. وثالث مثل هقوله، التصرف بتاع محمد الشناوي في غرفة الملابس مع بعض المصورين، يا جماعة مش عايزين أجواء الفرحة دي، لسه عندنا ماتش إياه. فكل ده بسبب إيه في وجهة نظري الشخصية؟ فترة الراحة اللي الفرقة خدتها. طيب على الجانب الآخر، كيف تنظر المباراة الثانية يا دكتور أحمد؟ اللي جاية بشوفها تانية. طبعا مباراة صعبة جدا، أصعب من مباراة الذهاب. معايا أخيرا لقيت حد معانا، كل ما أجيب حد يقول لي أصل ده ماتش مش عارف. الحقيقة دي مش دي الحقيقة. من الواضح أن هناك حرب نفسية بتدار لأمام النادي الأهلي خلال هذه الفترة، خصوصا من تونس. خد بالك من التعليقات طبعا من كل إخواتنا التوانسة، وده حق متاح. تنويم أنا ما بقولش لا، لكن ده حق متاح زي ما كان بيتسو نفسه بيعمل فينا كده زمان. في سياسة تنويم مغناطيسي في الفترة الأخيرة دي، فرقة النادي الأهلي صعدت، والحقيقة لسه ما صعدناش. المباراة دي صعبة، بشوفها فنيا وصعبة نفسيا في نفس الوقت. أيوة. فنيا إزاي؟ أن أنت مش هتلاقي نفس المساحات اللي كانت موجودة. هو أكيد هيجي هيلعب 1-0 ديت، يعني ممكن يجي يقفل ويلعب على ضربه ثابته وتبقى والنتيجه تقلب لا قدر الله. لازم نعمل حسابنا ان احنا لسه ما صعدناش، لازم نحط سيناريو جيد، ما نشغلش بالنا بالاخبار ان هم عندهم مشاكل في التدريبات او حصل ضربه مشاكل او في التدريبات. معلش انا اسف جدا، ممكن بس ازيع فيديو واحنا بنتكلم وحضرتك بتتكلم بمناسبه مشاكل في التدريبات دي. انا عايز بس اوري حضراتكم قد ايه الناس في او الجمهور الترجي مهتم بهذه المباراه. اتفضلوا لو سمحت يا سمير، لو في صوت شغله لو سمحت. تدريب ايه النهارده قبل السفر بكره. الحقيقه انا كنت بسال التدريبه دي كانت امتى، انا كنت فاكرها امبارح، ولكن اتضح ان التدريبه دي النهارده قبل يوم السفر للقاهره لملاقات النادي الاهلي. انا بس حبيت اوري لحضراتكم زي ما قلت لكم خلال الثلاث اربع ايام اللي فاتوا، ويا ريت تشارك في هذا الموضوع دايما. كنت بقول يا جماعه صدقوني الفرق الكبيره اللي زي الترجي دي مفيش حاجه اسمها وحشين كويسين، ممكن جدا بيقوموا بسرعه وبيقفوا بسرعه، والفيديو اللي حضراتكم شفتوه ده اكبر دليل اعتقد. انا بشوف رقم واحد ده سياسه التنويم المغناطيسي اللي كانت بتحصل دي، ان الناس عايزه من الاخر تنيمنا بحيث ان انتوا صعدتوا ويجوا هم يكسبوا. ده الحمد لله يعني النهارده كمان كابتن سيد عمل جلسه مع اللعيبه وقال لهم الكلام ده كله، فاعتقد يعني حاجه بصراحه محترمه يحسب برده لاداره الكوره. لازم الناس برده تكون يعني يحسب لكابتن محمود الخطيب اللي دايما لما بيسافر مع البعثه دايما بيبقى وش السعد ووش الخير على النادي الاهلي، يعني كابتن محمود الخطيب. كذلك كابتن سيد لما عملوا الجلسه قبل المباراه في مباراه الذهاب، دي حاجه يعني بره الماتش بس دي تفصيله صغيره بتفرق كتير جدا، ان يبقى معاك رئيس بعثه رئيس النادي، دي حاجه تحسب لكابتن محمود الخطيب. بشوف ان المباراه صعبه برده من الناحيه الفنيه، انت مش هتلاقي نفس المساحات اللي كانت موجوده اللي لعب عليها بيتسو في المباراه الاولانيه، مش هتلاقيها طبعًا قوي طبعًا. دي نقطه مهمه. كمان في حاجه مهمه قوي، ان هم ما عندهمش حاجه يخسروها، دي حاجة مهمة، ان انت ما بتلعب حد ما عندوش حاجة يخسرها دي بتبقى حاجة خطر جدا. الحاجة التانية بقى الرقمية، تعرف حضرتك ان تاريخ مواجهات النادي الاهلي والترجي، ان النادي الاهلي كسب الترجي في تونس اكتر ما كسبه في مصر.
يعني الارقام كده من سنه 2000، من سنه 2000 النادي الاهلي كسب في مصر 4 مباريات الترجي. من سنه 2000 كسب كم مره في تونس؟ 5 مرات. يعني النادي الاهلي كسب في تونس في رادس اكتر ما كسب في القاهره. فدي حاجه برضو يمكن دي من سنه 2000، يعني الارقام دي من سنه 2000 في البطولات الافريقيه. النادي الاهلي اهو داخل مصر كسب 4 مرات، هم تعادلوا مع النادي الاهلي 5 مرات. والنادي الاهلي طبعا ما خسرش ولا مره داخل القاهره من سنه 2000. داخل تونس النادي الاهلي كسب 5 مرات في رادس من 10 برضه من سنه 2000، واتعادلوا مره، والترجي كسب 4 مرات. فاذا هي مواجهه على المستوى التاريخي برضه، بياكد لك ان الترجي لما بيجي يلعب هنا في القاهره بيلعب احسن ما بيلعب في ملعبه. فدي حاجه لازم تعمل لها 1000 حساب. كذا كذا نقطة برضو، هم جايين مش هيخسروا حاجة، كل الحاجات دي مهمة جدا. برضو هيعالج الأخطاء الفنية اللي حصلت أكيد. أكيد هو في أخطاء عنده فنية حصلت، هيحاول إن هو يعالجها أو يجد سيناريو بديل، وده لما نيجي نتكلم على الشاشة هنقول هو بيفكر في إيه. طيب عامل لنا إيه النهاردة كريم، أو أنت بادئ معانا بإيه النهاردة؟ هو طبعا النهاردة إحنا هنحاول نتكلم على بعض نقاط القوة والضعف اللي في برضو فاكر عملوا لنا حفله عشان ذكريات. ذكريات، خدنا برونزيه في قال لك قال لك بايرن ميونخ هم دول عندهم نقاط ضعف. المانيا مغلوبه اهو من مجر 2-1. لا 2-2 دلوقتي، تعادلوا 2-2 وفاضل 5 زي. بالمناسبه فرنسا المانيا والمجر خلص 2-2 خلاص. وفرنسا والبرتغال 2-2 وفاضل دقيقه يعني. واللي بيتفرج علينا بنقول له يعني اللي بيحصل في اليورو يعني، بس يعني بنحاول دايما ان احنا بنبرز نقاط القوه والضعف على المنافسين اللي بيقابلوا النادي الاهلي، عشان بقى الجمهور والساده المشاهدين على درايه بيها. وطبعا اكيد انا متفق جدا جدا مع احمد في اللي قاله، فرقه الترجي اللي هنشوفها يوم السبت الجاي طبعا بنفس الاسماء بشكل كبير جدا، ان اوريدي الدكه ما عليهاش لعيبه كتيره اللي هو ممكن يقحمها في التشكيل الاساسي، ولكن هنشوف مردود مختلف. وحتى نفتكر اداء نادي الترجي قدام نادي الزمالك في استاد القاهره في دور المجموعات كان اداء اكثر من ممتاز. حمدو الهوني يعني ورؤوف بن غيث اعتقد يعني في المباراه دي، وحمدو الهوني على وجه التحديد عمل مباراه، وحمدي النقاز عمل مباراه ممتازه جدا. وبرده متفق مع احمد ان هم هيقعدوا الفتره الست ايام اللي قبل المباراه يدرسوا كل الاخطاء اللي وقعوا فيها في المباراه، ويتفرجوا على المباراه دي فوق ال5-6 مرات عشان يتفادوا الاخطاء اللي وقعوا فيها. وبالتالي انا متاكد ان احنا هنشوف فريق مختلف، ولازم دايما بنتعامل مع المباراه الجايه كابتن اسلام ان احنا ما فيش نتيجه ماتش ذهاب، الماتش ده 0-0 واحنا محتاجين ننزل نكسب ونحقق الانتصار. صراحه الفيديو اللي احنا شفناه طب انا كنت فاكره امبارح، لكن ده طلع النهارده كمان. أي. ده طلع النهارده من شويه صغيرين واتبعت لنا يعني. فالحقيقه قد ايه الواحد بيبقى سعيد لما بيلاقي كلامه بيطلع صح، لان خلي بالك احنا عشنا التجارب دي كتير. لا انا عايز اكد كلامك كمان، لو تفتكر كابتن اسلام لو تفتكر ماتش الفاينل قدام النجم الساحلي قبل الماتش بتاع سوسه، الصحف هناك وصحيفه الصباح التونسيه دايما بتطلع الاخبار دي، يقول لك في 2 لعيبه اتصابوا، وتيجي في مباراه تلاقيهم اساسيين برضه. نفس الامر حصل امبارح في خبر التدريبات، وكان خبر ايه ملوش اي مصدر، ده خبر قال لك علمه. طب يا جماعه انتوا اكيد عندكم مراسلين في التدريبات، عندكم مراسلين في النادي، صح. لو في اشتباك ايه اشتباكات بالايدي. انا اللي دايما بتخيله يا دكتور، وده حاجه بالنسبه لي صعبه جدا، 3 ايام اللي فاتوا طبعا بحاول اجيب حد من تونس يتكلم معانا، لكن نفس الكلام واحد تقريبا. وده اللي بيقلقني، عارف لما تبقى الصيغه واحده. فانا دايما بقلق من الكلام ده من ناحيه ان ايه، وحقهم انا لا اعترض اطلاقا، ولكن انا احساسي بيقول ان هو كان هناك اتجاه عام مصدره المدير الفني مع مجموعته. في مشاكل هناك. صح. نعم في مشاكل هناك، ان في مشاكل وفي بتاع عشان لعيبه الاهلي تبقى ايه نازله الماتش مستريحه، وده مش هيحصل ابدا. انا ده اللي انا متاكد منه، ان ده مش هيحصل ابدا. صح. فانا دايما شايف الاتجاه وده اللي حصل. كابتن سيد النهارده اجتمع مع اللاعبين وقعد وقال لهم اهميه الماتش وصعوبه الماتش، يعني بصراحه دور كبير من كابتن سيد ومن كابتن محمود الخطيب يعني في الفتره الاخيره مع النادي طبعا، لانه ده شيء هام جدا. طيب هنتكلم عن ايه يا كريم؟ هنبدا نتكلم عن ايه النهارده؟ نبدا مع احمد ونتكلم على نقاط القوه في النادي. عايزني معاك ولا سيبك؟ اتفضل طبعا. لا والله تنور. تعال ماشي تمام. اول لا وانت تقومني ماشي يا سيدي. اول حاجه هنتكلم على طبعا السيناريو ايه اللي معين الشعباني ممكن يفكر فيه ازاي يواجه النادي الاهلي، بمعنى في طريقه اللعب. طريقه اللعب اوكي. التشكيل هنستعرض التشكيل، في احتمال كبير جدا حضرتك تذكر هذا الكلام ان هو يبدا بثلاثه في خط الدفاع، ثلاثه في خط الدفاع الطريقه اللي لعب بيها بيتسو موسيماني هناك يعني قريبه منها
اللي هو بدل هم دايما طريقه الترجي 4 3 3 4 1 4 1 اللي هو في سوني كولوبالي ارتكاز وحيد، احتمال كبير جدا يبدا ب 3 مدافعين. هنستعرض التشكيله الاول. طبعا في سيناريوهين، السيناريو الاولاني زي ما قلنا احتمال يلعب ب 3 ورا، المعز بن شرفيه في حراسه المرمى، عبد القادر بدران وخليل شمام هيدخل، ده ما لعبش في المباراه اللي فاتت بنسبه كبيره، هيدخل حتى لو لعبوا باتنين ورا هيبقى هو موجود مكان محمد علي اليعقوبي. محمد علي اليعقوبي لو بدا ناحيه اليمين او حمدي النجاز يخش كارتكاز مساك ثالث يعني، ويلعب بسامح الدربالي باك يمين. أوكي. يبقى سامح الدربالي والياس شتي على الاطراف، يعني الطريقه هتبقى 5-4-1. اوكي 5-4-1 5 او ممكن نشوفها 3-4-2-1 مثلا. تمام، لكن المهم ان هي ثلاثي في خط الدفاع، حمدي النجاز لو دخل مساك ثالث وسامح الدربالي والياس شتي الاثنين الارتكاز، ربما ما يبداش ببوفوسيني كولوبالي بعد المباراه اللي فاتت، احتمال يخش محمد علي بن رمضان وعبد الرؤوف بن غيس الاثنين. لو لعب بالطريقه دي هيبقى محمد علي بن رمضان وعبد الرؤوف بن غيس، وقدام انيس البدري وحمد الهوني، واحتمال خالد عبد الباسط او ويليام توجي زي ما شفنا في مباراه الشوط الثاني، في المباراه السابقه في الشوط الثاني هو سحب خالد عبد الباسط ودفع ويليام توجي اللي هو جناح كمهاجم. فدي ده الاحتمال الاول. ليه الاحتمال الاول؟ لانه كان عنده مشكله طبعا واضحه جدا في منطقه الزون 14 اللي هي ورا الارتكاز، فهو هيبدا بكده. لازم احنا نكون عاملين حسابنا لما نقابل، لما هو ما نتفاجئش ان هو احتمال كبير ان هو يبدا بثلاثه مساكين. ثاني مره ثانيه محمد بن يعقوب، عبد القادر بدران، خليل شمام، حمدي نقاز باك يمين، والياس شت باك شمال، صح كده؟ دول الخماسي اللي من ورا، او سام او يشيل محمد علي اليعقوب ويدخل حمدي النجاز ويلعب بسامح الدربالي، سامح الدربالي باك يمين. تمام، هنا الاثنين الارتكاز فوسيني كولوبالي ومحمد علي بن رمضان، او عبد الرؤوف بن غيس ومحمد علي بن رمضان. أوكي. وانيس البدري بنسبه 99% الاثنين دول هيبقوا الاجنحه، انيس البدري وحمد الهوني. مش هيستغنى عن انيس البدري، هو انيس ما بداش أوكي. لكن هو بنسبه كبيره هيبدا مباراه القاهره انيس البدري وحمد الهوني، وقدام الاحتمال يا اما خالد عبد الباسط يا اما ويليام توجي. طيب هاتوا لنا التشكيل الثاني لو سمحتوا. اتفضل. التشكيل الثاني اللي هو لو بدا بنفس طريقته اللي هي 4-1-4-1 او 4-3-3 اللي هي عبد القادر بدران وخليل شمام، طبعا دخل مكان مين؟ مكان محمد علي اليعقوبي كمساك ثاني، الباك اليمين حمدي النجاز والياس شت زي ما هم، فوسيني كولوبالي، جيلان الشعلالي لسه النهارده جاي لي معلومه ان هو مش هيسافر لانه مصاب، يعني كان احتمال ان هو يدخل بس هو لسه مصاب، وده كان هيفرق معاهم كتير لانه عنده خبره كبيره جدا جيلان الشعلالي لعيب الارتكاز. محمد علي بن رمضان الارتكاز الثاني هيبقى طبعا مكان جيلاني الشعلالي، عبد الرؤوف بن غيث زي ما هي، ويليام توجي او انيس البدري زي ما قلنا لان بنسبه كبيره هيبقى انيس البدري وحمد الهوني، واحتمال اللي يبدا ويليام توجي برضه، يعني الثلاثه اللي قدام بنسبه كبيره جدا انيس البدري حمد الهوني ويليام توجي. اوكي ده ليه؟ لان انيس البدري الراجل بيعتمد على الخبرات اكتر، حمد الهوني طبعا لعيب مميز جدا ويعني واحد من افضل اللاعبين، وشفنا اكرم توفيق الحمد لله يعني نجح في ايقافه بنسبه كبيره، وقدام ويليام توجي لان خالد عبد الباسط يعني كان سيء جدا في مباراه الذهاب. ده السيناريوهين الاحتمال يكونوا موجودين يعني في التشكيل. نبص بعد كده بقى على الحالات. طيب قبل ما نروح للحالات، طيب. هو كريم تعالى اتفضل قول لنا برده على نقاط القوه اللي متواجده، انت موافق على ان التشكيل فيهم الاول يا كريم؟ انا اعتقد اسلام التشكيل الثاني الاقرب، لان طبعا التشكيل الثاني هاتونا التشكيل الثاني الاربعه 4-3-2-1 بالظبط. وطبعا غيلان الشعلالي خلاص ما سافرش، مش هيسافر مع الفريق، مش هيسافر اكيد. وطبعا غيلان لعيب مميز جدا في خط الوسط، بس هو يعني ما بيلعبش المباراه الاخيره، كان لعب مباراه النجم الساحلي في دور الثمانيه في كاس تونس، والمباراه اللي خرج منها الترجي من دور الثمانيه في الكاس، وبعديها طبعا فوسيني كولوبالي رجع للتشكيل. اللي انا عايز اقوله ان اعتقد معين شعباني هيركز على الجناحين، وبالتالي عشان يركز على الجناحين محتاج ان هو يبقي على طريقه ال 4-2-3-1 عشان يطير حمدي نقاز والياس شتي. في وجهه نظري لا، بس العكس. نعم؟ يعني انا الاقرب ان انا لما عاوز اطير الجناحين بتوعي، الجناحين نعم. الباكين ولا الجناحين؟ لا لا لا، الفول باكس. الفول باكس، الفول باكس، الفول باكس، الفول باكس لازم عشان اغيرهم او عشان اطيرهم. نعم. لازم احط حد في ظهره او ارجع واحد تلات. او ارجع واحد من خط الوسط يبقى ينزل مع الاثنين مساكين. ما هو يبقى كده برضو رجعت لتلاتة اقرب لتلاتة يعني. بس ماشي. اهم حاجه هنا بوظف واحد من خط الوسط عشان انا ما اقدرش ازود مدافع، لان انا محتاج ان انا ارجع في النتيجه عشان اعوض خساره الذهاب. صح. بس الفرق في ايه بقى في التوظيف؟ الفرق في التوظيف ان احنا شفنا في ماتش الذهاب في الشوط الاول على وجه التحديد الياس شتي لما كان بيطير
كان حمدي نقاز يبدا يتقدم لغايه نص الملعب ويستوب عشان ما يسيبش مساحات كتيره. طيب حمدي النقاز لو طار على طول الياس شتي بيعمل نفس بيبص بيضرب عينه على زميله ويبدا ياخر نفسه عشان ما يبقاش الاثنين طايرين. انا في وجهه نظري ان في الماتش الجاي هيبقى في ضغط علينا من الاطراف مع طيران حمدي النقاز وطيران الياس شتي. لو نفتكر ماتش الزمالك هم فعلا ضغطوا نادي الزمالك في الشوط الثاني لما الاثنين كانوا بيطيروا في نفس الوقت، وكان ساعتها اعتقد كان حمدو الهوني وكان معاه ويليام توجاي بيقدروا يخشوا يلعبوا نار لجوه ويسيبوا الاطراف لحمدي النقاز. وليه شكل لو تفتكر حمدي النقاز عمل هو ماتش عمل مباراه قويه جدا ذهابا وايابا من الزمالك. وبالتالي انا بشوف معين شعباني هيبقى الاختلاف ان الياس شتي وحمدي النقاز هيبقوا طايرين مع بعض في نفس الوقت، محدش هيقف. لا أوكي. ليه؟ ان هو محتاج ان هو يضغط، وفي نفس الوقت في وجهه نظري حمدو الهوني طبعا اكيد اساسي هيلعب على الوينج الشمال، وويليام توجاي هيلعب على الوينج اليمين، هيبداوا يخشوا لعمق الملعب عشان يكونوا ما يشبه كده الخماسي الهجومي، اضافه لخالد عبد الباسط طبعا راس. معنى الكلام اللي حضرتك بتقوله ان هذا الثلاثي هيكون جوه اللي هو ده، وويليام كمان هيخش معاهم طبعًا. وحمدي الهوني هيخش معاهم ويبقى خالد عبد الباسط. خلاف طبعا او يعني ان غيلان الشعلالي اللي هو في نص الملعب هنشيله وهنحط رؤوف بنغيث بلاي ميكر، طبعا اللي احنا الحمد لله قدرنا يعني نتحكم في ادائه في المباراه الذهاب، وان شاء الله باذن الله الجهاز الفني واللاعبين يبقوا فاهمين اكيد كل الامور دي، لان اكيد معين الشعباني في ماتش الاياب هيلعب ضد حاجتين، هيلعب ضد النتيجه انه خسران ماتش الذهاب، وهيلعب ضد الوقت. كل ما الوقت بيمر هو كل ما بصالح النادي الاهلي وبالتالي هو محتاج ان هو يسرع من عمليه الهجوم في المباراه القادمه ان شاء الله. دكتور احمد خليك يا كريم، انا بروح، انا عايز اريح بقى. اتفضل كده تسلم. اتفضل. انا عايزك برضو تتكلم عن تمام اهم نقاط القوه والضعف اللي موجوده تمام في فريق الترجي من وجهه نظركم. طبعا اول حاجه طبعا نقاط القوه بتاعت الترجي بتتمثل في الظاهرين، يعني هم الظاهرين سواء حمدي النجاز او الياس شتي هم نقطه قوه ونقطه ضعف في نفس الوقت. على المستوى الهجومي نقطه قوه، وعلى المستوى الدفاعي هم نقطه ضعف. نقطه نعم. قوه زي ما احنا شايفين حمدي النجاز اهو بيجي من هنا ناحيه اليمين بينطلق ودايما بيعمل العرضيه للعمق، دايما بيعملها لورا، عشان كده عشان كده بيتسو موسيماني بصراحه افضل مدرب في افريقيا، احسن مدرب بيذاكر المنافس واحسن مدرب كوتش بيعرف يدير مباراه. بصراحه مكسب كبير جدا للنادي الاهلي بيتسو موسيماني ان هو لما حط حمدي فتحي في الحته دي كليبرو متقدم قدر ان هو يعمل، اولا طبعا ادى ان ايمن اشرف بيرحل مثلا على حمدي النجاز حمدي فتحي، يعني حمدي النجاز بيجي بيخش من هنا وبيعمل كره تمريره بالعرض لويليام توجي. أوكي. دي اول نقطه قوه، هم 50% يعني حمدي النقاز بيوصل لغايه لاخر الخط، ما بيعملش العرضيه من بدري ما بيعملش العرضيه من بدري. حمدي النجاز دايما بيوصل لاخر الخط وبيعمل العرضيه بالعرض. أوكي. كذلك الياس شتي برده الناحيه الثانيه بيبقى الناحيه دي وبيعمل برده العرضيه. بس 50% من اهداف الترجي في دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا ودور الثمانيه جايه من جبهه حمدي النجاز. اللي بعد كده الصوره اللي بعد كده طبعا تاني اقوى حاجه في الترجي وهو اللاعب المهم قوي محمد علي بن رمضان، ده يعتبر احسن لاعب في الترجي في البطوله وممالك التسديدات، ده يعني مهم جدا ان احنا نخلي بالنا من تسديداته والضربات الثابته، يعني ما نعملش ضربات ثابته حوالين المنطقه. ليه؟ لان محمد علي بن رمضان هم هيجوا هيلعبوا على الضربات الثابته مليون في الميه، مليون في الميه هيجوا هيلعبوا على الضربات الثابته والضربات الركنيه، يحاولوا يخطفوا بواحده زي دي. فاحنا لازم نخلي بالنا من محمد علي بن رمضان سواء بالرقابه عليه وبالضغط عليه دايما ان انت تضغط عليه وتقفل مفعوله. على فكره هو هرب بواحده في مباراه الذهاب لما عدى، لما هرب من صلاح محسن رجع اتاخر معاه ورجع ورقص بدر بنون والشناوي انقذها اللي هي انقاذ الشناوي. مزبوط. دي كانت من محمد علي بن رمضان اللي هو مميز دايما بالتحركات في العمق ومميز بالتسديدات. ده تاني اقوى يعني تاني نقطه قوه في الترجي. يبقى دمين. اول واحده الظاهرين، تاني حاجه محمد علي بن رمضان حاجه يعني واحد من احسن اللعيبه في التسديدات وفي الضربات الثابته. الرقم 3 بقى حمدو الهوني. نكمل الصوره اللي بعدها برضو في تسديده ضربه ثابته لمحمد علي بن رمضان. رقم 3 حمدو الهوني. حمدو الهوني واحد من اهم اللعيبه، يعني بصراحه اكرم توفيق تحيه كبيره ان هو نجح. ده برضو زي ما بقول لحضرتك محمد علي بن رمضان الضربات الثابته هييجوا يلعبوا على الضربات الثابته، حذاري من ان احنا نعمل ضربات ثابته على حوالين المنطقه عشان خاطر محمد علي بن رمضان وعشان خاطر هم مميزين بالتكتيك بتاع الضربات الثابته. نخلي بالنا حتى نفتكر برضو كانوا جابوا فينا جون في مصر هنا في مباراه 2-2 من ضربه ثابته تمام، فحذاري من الضربات الثابته. برضو النقطه الثالثه حمدو الهوني. حمدو الهوني اللي هو الجناح الايسر
ربما يدفع بيه في ناحيه علي معلول، ودي برده في التدريبات الاخيره ان هو بدا ان هو يفكر بان هو يدفع بحمدي حمد الهوني بدل ما بيلعب شمال يلعب ناحيه اليمين، دي برده تفكير لمعين الشعباني في التدريبات الاخيره لفرقه الترجي، يعني يغير يعمل سويتش ما بين الاثنين، انيس البدري يبقى ناحيه الباك اليمين بتاعنا وحمد الهوني يبقى ورا علي معلول. تمام. ودي برضو تركايه هو بيفكر فيها في التدريبات الاخيره، بيوقف علي معلول وفي نفس الوقت ممكن يبقى يستغل المساحات اللي وراه. أوكي. علي معلول. أوكي. فطبعا حمد الهوني واحد من نقاط القوه، وهو افضل مراوغ في دوري ابطال افريقيا، اعلى مراوغات ناجحه، ولكن هو على مستوى التهديف نتمنى ان هو لسه مش موفق غير في شباك نادي الزمالك. يكمل نكمل على كده. فده يمكن ملخص، مش موفق يعني عشان مش محدش ياخد كلامي يوديه، ملخص نقاط القوه لفرقه الترجي طبعا غير الضربات الثابته زي ما قلنا. أيوه. ده ملخص نقاط القوه. تمام كريم. في برضه صور في صور معانا برضه عشان نفنش الحته بتاعه نقاط القوه في نادي الترجي من مباراه النجم الساحلي يا كابتن اسلام زي ما اتحرك في كاس تونس، ونشوف الفرقه لما تكون مضغوطه تحت نتيجة، هم متأخرين في النتيجة، يعني نجم الساحلي كان بيلعب الترجي في رادس وتقدم عليهم في أول المباراة، وكان يعني الفرصة واضحة جدا نجم الساحلي متفوق. طيب الترجي بقى عشان يبدأ يستغل الوقت ويبدأ يرجع بيعملوا إيه؟ إيه التفكير اللي عندهم وعند اللاعبين؟ خلي بالك الترجي من الأندية اللي أدائها بيختلف وهي تحت الضغط، يعني الفريق أدائه وهو بيلعب والنتيجة 0-0. إيه الاختلاف بقى؟ الاختلاف ببساطة ان على طول الفرقة بتتجه الى الاطراف وارسال الكرات العرضية، وهنا عندنا طبعا رقم مهم من مباراة الذهاب، ان نادي الترجي عمل 16 كرة عرضية في حين النادي الاهلي عمل 8 بس، وهنا بنتكلم يعني تقريبا الضعف، يعني مثلا هنا بنتكلم الفريق متأخر 1-0، وبنشوف ان دايما كان الفكر كله ازاي افتح الاطراف بزيجة هجمة مرتدة، هنا الياس شتي قدر يخطف الكرة من في نجم الساحلي على طول، حمد الهوني واقف نص ملعب وبينطلق عشان ياخد الطرف وبيعملوا زيادة 2-1. نشوف الصورة اللي وراها ونشوف ان الفرقة ببساطة بتتجه للكرات العرضية بشكل زائد على اللزوم، وربما يكون عشوائي ولكن الفكر اللعيبة، يعني تخيل يا كابتن اسلام في اخر الصورة حمدي النقاز ده اللي بيجري اخر واحد داخل متجه بيحاول يستخدم طوله عشان ينضم لثلاثه داخل منطقه الجزاء وياخد كمان سواء الكره العرضيه او ياخد الكره، هو داخل منطقه الجزاء اوريدي 3-3 بالزبط. يعني حمدي هيبقى الزياده بالظبط. فانا في وجهه نظري ليه معين الشعباني هيتجه انه يبدا بيه تجاي ويبدا بخالد عبد الباسط عشان يقول لتجاي خلي بالك احنا عايزين نوفر وقت، لو سمحت ضم مع خالد عبد الباسط وممكن اقلب الخطه في الشكل الهجومي بتاعي ليه 4-4-2 فلات، وابدا اقول الياس شتي وحمدي النقاز انا عايزكم ترسلوا اكبر كم من الكرات العرضيه. ايه التاكيد على الكلام ده؟ ان احنا بنتكلم مباراه الذهاب عدد الكرات العرضيه اللي عملها نادي الترجي كان ضعف عدد الكرات العرضيه اللي عملها النادي الاهلي. واخيرا ان النادي الاهلي الهدف بتاعه جه تقريبا في الدقيقه 74، يعني كان ناقص 16 دقيقه ونضيف عليهم 4 دقائق وقت بدل ضايع 20 دقيقه، نادي الترجي في ال 20 دقيقه الاخيره لم يخترق النادي الاهلي من العمق تماما اتجه للاطراف. اذا حضرتك بتتجه الى ان هيبقى اللعب على الاطراف واللعب باتنين راس حربه وتجاه هينضم في الوقت يامن وسط ملعبه بالرباعي اللي حضرتك بتتكلم عنه بالظبط كده، وده طبيعي الطريقه دي فيها نسبه مخاطره يعني. والارقام اللي هتقولها لنا بالنسبه لحمدي النقاز والياس شتي اعتقد ان هي دي بتوضح ان الموقف ده هو اللي ممكن يحصل. طبعا بتوضح ان الاثنين دول يعني لو معانا ارقام الياس شتي وحمدي النقاز هنشوف قد ايه الاثنين دول، يعني حمدي النقاز 52 تمريره في المباراه الواحده، فقد الكرة 7 مرات واستعاد الكرة 3 مرات وعمل عرضيتين وجري عمل دريبلينج في نص ملعب النادي الاهلي مره واحده، طبعا ارقامه اقل بكتير من ارقام الياس شتي اللي في وجهه نظري هو اخطر لاعب في المنظومه الهجوميه نادي الترجي. ناس تسال باك شمال، باك الشمال في نادي الترجي رهيب فعلا، يعني ممكن نجيب ارقام الياس شتي ونشوف التمريرات بتاعته تقريبا، على الرغم ان هناك انتقادات كبيره جدا لالياس شتي في الصحف التونسيه والاعلاميين التونسيين، يعني انا بشوفه يعني واحد بصراحه سرعه ارتداده يا كابتن اسلام خلي بالك سرعه ارتداد الياس شتي من الهجوم للدفاع اسرع بكتير من حمدي النقاز، واحده من النقط حمدي النقاز السلبيه اللي كانت مع نادي الزمالك او مع النجم الساحلي لما كان لاعب في الفرقتين ان هو ما بيرجعش بنفس السرعه اللي بيجري بيها. فارقام الياس شتي معانا
فقد الكرة 7 مرات، عمل 55 تمريرة، استعاد الكرة 3 مرات، وعمل 5 عرضيات صحيحة. فده رقم أنا بشوفه رقم مميز. وكمان المدير الفني بيقول له أنت أساس الهجوم عندي إمتى وأنا متأخر في النتيجة، فلازم نبقى واخدين بالنا من اليشت. إذا من وجهة نظرك أن أهم نقاط القوة الأطراف عشان هيعملوا على الاثنين رؤوس حربة. نعم. من بدري الكلام ده أكيد. انت شايف بالزبط. ان هو هيحصل من بدري، وبالتالي يجب اغلاق الاطراف ده طب. بالنسبه للنادي الاهلي. نعم. اهم نقاط الضعف اللي موجوده في دكتور احمد في قبل عايز تقول حاجه الضعف. هنا في جدول معانا بيوضح ارقام الترجي على ملعبه، يعني بره ملعبه، بره ملعبه، بره ملعبه ايه ارقامه في الجدول في كل المباريات اللي لعبها ارقامه كامله. هم لعبوا 4 مباريات بره ملعبهم، 3 مباريات في دور المجموعات ومباراه أهو. في دور الثمانية اهم، امام شباب بلوزداد، امام تونجة السنغالي، امام الزمالك، امام المولدية. ده 3 مباريات في دور المجموعات، ودي فين؟ في دور الثمانية. هنلاقي ان هو كسب مباراة واحدة بس كانت قدام الزمالك بره ملعبه، سجلوا اهداف في 3 مباريات من 4، نسبة كويسة استقبال الاهداف في كل المباريات ما عدا مباراة الزمالك. نيجي بقى للاستحواذ، نركز في الاستحواذ، هنلاقي ان هم في كل المباريات اللي بره ملعبهم كسبوا الاستحواذ ما عدا مباراة الزمالك أوكي. اللي كسبوها، وده برضو بيأكد ان الفرقة دي عندها شخصية بره ملعبها. طبعا ترجي يا جماعة بتأكد ان هي بتعرف تستحوذ على الكرة بره ملعبها. انت بتلعبش فريق سهل، بتلعب فريق محترم جدا. طيب معدل التمريرات بيقول ايه؟ بيقول ان هم بيعملوا حوالي 400 تمريرة، يعني 456 386 365، ده رقم كويس بره ملعبك بتعمل 400 تمريرة. طبعا بيأكد ان هو برضو فريق عنده شخصية وفريق بيلعب بنسبة استحواذ كبيرة. نكمل الأرقام، التمريرات الطولية، بص بقى حضرتك أسلوب اللعب المباشر بتاعهم بيعملوا كام تمريرة طولية؟ من حوالي 70 تمريرة. بره أرضهم كمان، بره أرضهم دايما أسلوب اللعب المباشر، بيلعب التمريرة الطولية على المهاجم عشان يبدأ يحضر على اللي جاي من ورا أو للجناحين. تمام. 71 62 77 84 ده بيأكد إن احنا لازم نكون صحيين ليه. الكرة التانية اللي هيكسب الكرة التانية في المباراة دي هو اللي هيفوز بيها. طب نيجي للعرضيات، ده بره ملعبه، الارقام دي بره ملعبه عاملين 21 و16 و17 و17، يعني بيعملوا كام عرضيه؟ يعني حوالي 17 عرضيه، من 17 ل 20 عرضيه بره ملعبه في الماتش الواحد. ده بيأكد ان هم بيعتمدوا على الظاهرين، ورقم كبير جدا. المعدل المحاولات برضو 10 7 7 9، يعني بيروحوا حوالي 8 مثلا او 8.5، ده برضو رقم كويس بيأكد ان هم بيروحوا على الجون بره ملعبهم. الرقم السلبي اللي بشوفه المحاولات الصحيحه، الفينش بتاعهم وحش جدا، 1-1-3-5، نسبة قليلة جدا في المحاولات الصحيحة. المحاولات اللي بره المنطقة برضو عندهم، ليه؟ لأن عندهم زي ما اتكلمنا في محمد علي بن رمضان مميز جدا بالتسديدات من بره. حارس الترجي أنقذ كام هدف في المباريات اللي بره ملعبه؟ 2 و3 و1، يعني أنقذ 6 أهداف. المباراة الوحيدة اللي ما أنقذش فيها أهداف هي مباراة تونجة السنغالي. إذن الأرقام بتقول إيه؟ بتقول إن هم فريق محترم بره ملعبهم، بيعرف يستحوذ، بيلعب تمريرات طولية كتير جدا، وبيعتمد على اسلوب اللعب المباشر من خلال التمريرات الطولية، وبيعمل عرضيات بتوصل ل 17 عرضية. يعني هنشوف في الماتش ده طيب. قبل ما نشوفه هنلاقي الترجي عامل 17 عرضية في الماتش. طيب خلينا بقى عشان دي اخر حاجة معانا هنتكلم فيها، هي اهم نقاط الضعف اللي موجودة في فريق الترجي. اخد من احمد شوية ومن طبعا نقاط الضعف هي اهم حاجه. نقطه ضعف في الترجي هي الزون 14. يعني ايه منطقه الزون 14؟ يعني المساحه اللي ورا الاثنين الارتكاز وقلبين الدفاع. الحته دي مشكله الترجي بقالها سنتين بعد رحيل فرانكو كوم. نكمل ماشي، دي اول يعني نكمل بس بقى الصور. ايوه هي ديت. دي اولا، دي زي ما قلت لحضرتك الظاهرين عندهم نقطه قوه الياس شتي، ولكن في نفس الوقت نقطه ضعف. ليه؟ لان الارتداد بتاعهم من وجهه نظري سواء حمدي النجاز او الياس شتي، الارتداد بتاعهم بصراحه مش قوي قوي. الياس شتي في الهدف ده الكره دي اتلعبت بالعرض. هنبص لما بتتلعب بالعرض، نبص هنا ايه اللي هي المساحه اللي ما بين دايره منطقه الجزاء وما بين دايره منطقه ال 18. الحته دي نقطه ضعف الترجي. ليه؟ لان كولوبالي بيبقى لوحده، كولوبالي بيبقى لوحده في الحته دي، فكولوبالي ما بيستحملش 60 دقيقه بدنيا، ما عادش قوي، وده واضح المباراه السابقه. وعشان كده بيتسو موسيماني راح دافع بقفشه في الحته دي بعد الدقيقه 60، ودي يحسب لبيتسو موسيماني زي ما بقول لحضرتك افضل مدرب من وجهه نظري حاليا داخل القاره الافريقيه. ديت من منطقه الزون 14 اللي هي الزون 14 دي واحده. نكمل الصوره اللي بعدها، بص بقيه الهدف جه ازاي اهو. كولوبالي رجع متاخر، جت التسديده من خلاله في شباكه. اذا دي اهم نقطه ضعف من وجهه نظري. حتى لو لعبوا بثلاثه ورا
وبدا بمحمد علي بن رمضان وعبد الرؤوف بن غيث، المشكله دي برده هتظهر، هتظل موجوده، بس هو برده المساحات مش هتلاقيها موجوده زي اللي كانت. عشان كده قلت لحضرتك المباراه دي هتبقى اصعب من مباراه تكتيكيا بالنسبه للمدير الفني. المباراه دي اصعب ليه؟ لان منطقه الزون 14 دي على الاقل هيضيق المساحات شويه. ايوه هيضيق المساحات اللي كانت موجوده. فعشان كده فنيا بالنسبه للمدير الفني المباراه دي، بالنسبه لموسيماني المباراه دي اصعب من مباراه تونس. تمام. اخيرا يا كريم عايزك برضو تقول لي اهم نقاط الضعف من وجهه نظرك. انا هضيف على كلام احمد عشان مش بنكرر الكلام حتتين. اول جزء هو معز بن شرفيه نفسه. معز بن شرفيه عنده بعض المشاكل. برافو عليك، لانه اختلف تماما. نعم. عن الاول في التسديدات البعيده وواضح جدا جدا ما عندوش ثقه انه يمسك الكوره، دايما بيحاول ان هو يبعدها وخلاص، وبالتالي محتاجين ان احنا نسدد عليه كتير. الحاجه الثانيه واللي اتمنى الظروف نادي الترجي تخليهم مجبرين هم يعني يلعبوا بيه، هو سامح الدربالي. سامح الدربالي واحد من طبعا لعيبه عنده خبره كبيره طبعًا جدا. سامح الدربالي احنا بنسمع اسمه من ايام 2008 لما كنت انا بلعب. بالظبط كده يا كابتن اسلام، مش عايز تقول انا عارف. شكرا لك. سامح الدربالي يا ابني لسه سامح الدربالي لما نزل بديل في المباراه الاخيره عمل غلطتين فادحتين، ادى عمل اسيست لمحمد شريف وفقد الكره قدام منطقه الجزاء. فربما يكون في بعض الاوقات سامح الدربالي يلعب فيها. اذا على طول شفنا سامح الدربالي في الملعب على طول لازم نضغط عليه بلاعب وباثنين، وان شاء الله فوق طبعا الارقام والتحليلات. نتمنى ان شاء الله ان توفيق رب سبحانه وتعالى يبقى حليف لينا يا رب ان شاء الله. كلمات اخيره اخد كلمتين من الدكتور احمد وكلمتين من كمان. نقطه ضعف برضو مهمه جدا 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 وهي الضربات الثابته. زي ما الترجي مميز في الضربات الثابته اللي عليه النجم الساحلي جاب فيهم جون من ضربه ركنيه. فاحنا مهم، احنا مباراه سان داونز جبنا جون من ضربه ركنيه. مزبوط. المباراه اللي بره يعني اما بنحتاج في مباراه العوده بيتسو اعتقد ان هو لازم يركز، واعتقد ان هو هيعمل كده، هيركز على الضربات الثابته. بالنسبه للترجي هي نقطه ضعف برضو بالاضافه لمعز بن شرفيه، بالاضافه الى المساحه الموجوده ورا الظهيرين. الارتداد بتاع حمدي النجاز ضعيف جدا، والارتداد بتاع الياس شتي. كلمات اخيره، ضعف مهمه جدا. كلمات اخيره، ربنا يوفق النادي الاهلي ان شاء الله في المباراه. احنا يعني ان شاء الله يعني اكيد مباراه صعبه بكل التاكيد. نتمنى ان اول الشوط الاول مهم جدا ان انت تسجل، تلعب ان انت تسجل في المباراه دي. اعتقد ان انت لو سجلت في في الشوط الاول هدف على مهلنا ومش مستعجلين، ويكون في ان شاء الله توفيق من يعني باذن الله التوفيق ده رقم واحد يكون موجود باذن الله حلفنا. لو جبنا هدف في الشوط الاول اعتقد ان المباراه هتصعب كتير على الترجي. كريم ان شاء الله يا كابتن اسلام ربنا يكتب لنا ان احنا نحلل نقاط قوه وضعف كايزر تشيفز في المباراه النهائيه امام النادي الاهلي او الوداد. او الوداد نعم، او الوداد او كايزر تشيفز ان شاء الله. ادينا هنشوف بس المهم نعدي يوم السبت ان شاء الله والامور تبقى دايما جيده كالعاده. الحقيقه تالقتم وكالعاده شرحتوا لنا كل واهم نقاط القوه والضعف اللي موجوده في فريق الترجي. بشكركم طبعا على وجودكم معانا، وان شاء الله تبقى حلقه ثابته كل اربع نتكلم فيها عن ان شاء الله تبقى في ماتشات الخميس عشان نقدر نتكلم احنا الاربع براحتنا. فان شاء الله دايما تبقوا متواجدين معانا خلال الفتره الجايه. بشكركم جدا على وجودكم معانا كريم سعيد واحمد ثابت. خلونا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنرجع نستقبل اثنين من النجوم التحليل الرياضي والنقاد الرياضيين الكبار، ناقدنا الرياضي الكبير الأستاذ محمود صبري وناقدنا الرياضي الكبير الأستاذ عصام شلتوت. هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنستقبل نجومنا الكبار. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا النهاردة جايين نعمل تقرير من ملعب الأهلي والسلام، هنشوف الملعب عامل ازاي والتجديدات اللي حصلت في الملعب ان شاء الله عشان المباراة ان شاء الله يوم السبت القادم، مباراة النادي الأهلي ونادي الترجي في لقاء العودة ان شاء الله من خلال او داخل ملعب الأهلي والسلام. تجديدات كتيرة وحاجات كتيرة حصلت هنشوفها مع بعض دلوقتي علشان برضو يبقى جمهور النادي الأهلي شايف معانا الملعب وبيحصل فيه ايه، والملعب اللي هتتلعب عليه المباراة هيبقى شكله عامل ازاي والدنيا ماشيه ازاي. يعني خلينا نبدا بارضيه الملعب لان طبعا ارضيه الملعب هي المهمه بالنسبه لنا وهي الاساس لينا. يعني ان الملعب اللعيبه كلها بتنتظر هذه اللحظه، اللعيبه كلها بتنتظر اللحظه اللي هننزل فيها ارض الملعب. زي ما حضراتكم شايفين هو هنا الملعب، يعني بسم الله ما شاء الله حاجه جميله جدا،
الارض زي ما انتم شايفين كده، حاجه محترمه وحاجه حلوه جدا. خلينا نكمل في الشمس برضو عشان الناس تشوف مدى الاهتمام بهذه المباراه ومدى الاهتمام بارضيه الملعب والتجديدات اللي دايما بتحصل خلال كل فتره على ملعب الاهلي والسلام، لان انت بتتكلم على الكبير النادي الاهلي، ما تيجي دايما تتكلم على الكبير لازم تبقى كل حاجه حلوه وكل حاجه كويسه. فالحقيقه يعني يا ريتني كنت لابس شورت وتيشيرت النادي الاهلي عشان العب شويه، لكن بسم الله ما شاء الله ارضيه ملعب رائعه، ارضيه ملعب حلوه جدا زي ما حضراتكم شايفين. هات الملعب كله برضو عشان الجمهور النادي الاهلي يشوف ايه اللي بيحصل في او اللعيبه هتلعب ازاي في ارض الملعب. ارض ملعب رائعه بسم الله ما شاء الله، حاجه حلوه جدا وحاجه كويسه جدا، يعني حاجه جميله الواحد عايز يلعب. طبعا صور اللاعبين، الاستاد بالكامل امام حضراتكم، حاجه حلوه بصراحه بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، حاجه جميله جدا. عايزين برضو نروح نشوف ال موسيماني هيبقى قاعد فين، موسيماني وبقيه الجهاز الفني كابتن سيد عبد الحفيظ وبقيه اللاعبين هيبقوا قاعدين فين. زي ما حضراتكم شايفين يعني على قد ما بنقدر بنحاول نجيب لحضراتكم كل اللحظات اللي انا متاكد ان شاء الله ان هي هتبقوا حضراتكم مبسوطين وانتم بتتفرجوا على الملعب اللي هيلعب فيه النادي الاهلي ان شاء الله يوم السبت القادم، ملعب الاهلي والسلام. غالبا موسيماني بيقعد هنا، يعني الحقيقه حاجه جميله جدا مع اتباع كل الاجراءات الاحترازيه طبعا. برضو القعده حلوه بيني وبينكم، القعده لطيفه وحلوه. نتمنى ان شاء الله ان يوم السبت تطلع المباراه على قد المستوى اللي احنا عايزينه، وان شاء الله النادي الاهلي يتاهل ويصل ان شاء الله ان شاء الله الى الدور النهائي. عمري ما قعدت طبعا في الكرسي ده، كنت دايما بقعد في الكراسي البعيده الثانيه، لكن القعده في الكرسي ده حاجه جميله جدا. انا عايز برضو نطلع نشوف المقصوره عامله ازاي وايه اللي حصل. طبعا احنا لسه بنحاول يعني قبل الماتش بيوم ولا بيومين بنوري لحضراتكم ايه اللي بيحصل علشان تعرفوا الدنيا ماشيه ازاي والامور ماشيه ازاي. خلينا برضو نروح للمقصوره الرئيسيه في استاد الاهلي والسلام. حاجه جميله جدا، تم تغيير الكراسي اللي موجوده لحضراتكم دايما او الجمهور اللي بيبقى متواجد بالعدد المحدود اللي هيبقى موجود هيقعد عليها، هتبقى حاجه ان شاء الله كويسه جدا وتليق دائما بالكبير بالنادي الاهلي. لازم تبقى حاجه تليق بكل شيء. تعالوا نطلع نبص على الموضوع ده قبل بقى ما نخش على غرفه الملابس، غرفه خلع الملابس للاعبين، وبتبقى الدنيا جوه غرفه خلع الملابس عامله ازاي. نطلع نشوف المقصوره. يعني طبعا دلوقتي لسه يعني طبعا قدامنا يومين ولا حاجه بيتم الاستعداد للمباراه بكل الاشكال، بالحفاظ على كل شيء هنا جوه هذا الاستاد الرائع الحقيقه، الاهلي والسلام، استاد الاهلي والسلام. زي ما حضراتكم شايفين تعالوا نبص برضو على الكرسي، الكراسي اللي اتعملت، طبعا شعار النادي الاهلي متواجد، كرسي حاجه جميله جدا وحاجه محترمه. يعني بسم الله ما شاء الله تبقى القعده ان شاء الله ان شاء الله يبقى يوم السبت القادم تبقى المباراه يعني حلوه، تبقى مباراه حلوه، تبقى مباراه برضه نقعد شويه برضه يعني مش معنى احنا. فان شاء الله تبقى المباراه حلوه وان شاء الله نقدر نكسب ان شاء الله ان شاء الله ونصل الى الدور النهائي. زي ما دايما بقول لحضراتكم ان لسه 90 دقيقه،
90 دقيقة القادمة إن شاء الله يوم السبت، إن شاء الله ربنا هيكرمنا ونصل إلى ما هو أبعد إن شاء الله، ونصل إلى الدور النهائي، ساعتها بقى يبقى لكل حدث حديث. برضو أنا حبيت إن أنا أوري لحضراتكم استاد الأهلي والسلام، ده الاستاد من الخارج، يعني هات كده بقى الاستاد من الناحية التانية. الاستاد من الخارج حاجة جميلة جدا، أو يعني أرض الملعب حاجة جميلة جدا، المدرجات حاجة جميلة جدا، كل شيء مستعد، كل شيء جميل، كل شيء لطيف جدا. خلينا بقى نروح لغرفة خلع الملابس نشوف إيه اللي بيحصل في غرفة خلع الملابس، لأنه هو ده الأساس، هو ده اللي احنا دايما بيحصل فيه كل شيء. المحاضرة الفنية الأخيرة، اللاعبين بيبقوا بيعملوا إيه، كل حاجة تبقى في غرفة خلع الملابس، وحضرتك بقى بتشوف اللاعبين وهم متواجدين على أرض الملعب ويبتدوا يسخنوا ويعملوا كل ده. الحمد لله كل حاجة زي الفل هنا، والدنيا مستعدة تماما إن شاء الله المباراة يوم السبت، وإن شاء الله ربنا يكرمنا وتبقى المباراة على أعلى مستوى إن شاء الله. يعني طبعا ملعب الأهلي والسلام يرحب بكم، والدخلة بقى احنا دلوقتي داخلين على غرفة خلع الملابس. اتفضلوا. زي ما قلت لحضراتكم كل حاجة جاهزة بره، خلينا نخش نشوف جوه ايه اللي بيحصل. ده المكان، اعتقد ان ده المكان اللي بيسخن فيه اللعيبة، نادي القرن الافريقي الاكثر تتويجا في مصر، الاكثر تتويجا في افريقيا، الاكثر تتويجا في العالم بالقرن الواحد وعشرين. حكايات كتيرة جدا، 42 دوري مصري، 37 كاس مصر، حاجات حلوة جدا وحاجات يعني. انا بشكر كل القائمين على العمل في استاد الاهلي والسلام، يعني بسم الله ما شاء الله حاجة جميلة جدا. وزي ما حضراتكم شايفين اللعيبة بتخش في هذه الاجواء، اللعيبة بتبقى، تخيل حضرتك ان احنا النهاردة السبت قبل المباراة بساعة، اللعيبة وصلت ونازلة عشان بتلبس عشان تسخن، بتشوف الحاجات دي، بتشوف علي معلول، بتشوف ديانجو وفتحي وبدر بنون، بتشوف اجري، بتشوف كل لعيبة، بتشوف نفسها وهي موجودة، والحماس اللي موجود دايما بنحاول ننقله لكم من خلال وجودنا في المكان اللي بيبقى متواجد فيه اللاعبين. زي ما حضراتكم شايفين حاجة ممتعة جدا وحاجة حلوة جدا. مرة تانية انا بشكر كل القائمين على العمل في استاد الاهلي والسلام، حاجة محترمة وحاجة جميلة جدا. هنا القضية ممكن، هنا القضية ممكن ومجدي قفشة، يعني الواحد هنا مؤمن زكريا، مؤمن زكريا، ودائما الحركة الشهيرة المؤمن زكريا زي ما حضراتكم عارفين. كل الحاجات دي تحفيزية، كل الحاجات دي بتخليني أنا كلاعب أبقى داخل إيه الجمال وإيه الحلاوة دي كلها، حاجة جميلة جدا وحاجة محترمة جدا. خلينا بقى نخش لغرفة الملابس. زي ما حضراتكم شايفين دي غرفة الملابس اللي بيبقى فيها متواجد لاعبو النادي الأهلي. أول ما بتخش بتلاقي الأبطال في وشك، كل الأبطال متواجدين، الشناوي شوبير، كابتن مصطفى شوبير، كابتن علي لطفي، كابتن محمد الشناوي، وبرضو السلية وأيمن أشرف وأجاي ومروان، أنا آسف، ورامي ربيعة وبدر بنون. خلينا نتحرك كده نشوف اللاعبين ما بيبقوا عادين، أهو يبقوا قاعدين في هذا في هذه الاماكن. انا بوري حضراتكم كل ما يخص يوم المباراه او ما قبل المباراه، ما قبل المباراه بيبقى الناس بتبقى هنا، لعيبه الفريق النادي الاهلي بيبقوا متواجدين في هذا المكان، او نجوم النادي الاهلي بيبقوا متواجدين في هذا المكان. هنا بقى ممكن يقعد عشان لو بيسخن بيدلك حاجة كده قبل المباراة، حاجة خفيفة جدا قبل المباراة، يسخن يدلك يعمل أي حاجة علشان يبتدي warming up للمباراة. طبعا دي شاشة موجودة، لو في أي حاجة عايز يقولها لهم بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي بيوري لهم، ممكن تكون جملة عايز يوريها لهم، حاجة بيوريها لهم على الشاشة. مصليات طبعا متواجدة في كل الأماكن علشان تتفرش لو حد عايز يصلي، لو وقت صلاة وحد عايز يصلي طبعا. في لعبة كتيرة جدا بتصلي قبل المباراة، حتى لو ما فيش وقت صلاة بس بتصلي قبل المباراة. هنا ممكن نخش في الـ
اللعيبه بتاخد شاور وكل حاجه هنا متواجده الحقيقه وعلى اعلى مستوى بسم الله ما شاء الله، حاجه جميله جدا وحاجه رائعه. يعني حبيت النهارده ان انا اوري لحضراتكم عيش نعيش في الماتش من النهارده، كل تركيزنا في المباراه، مباراه صعبه، مباراه مهمه. مكتب بيتسو موسيماني مدير الفني برضو متواجد هنا برضو لو عايز يشرح اي حاجه من خلال السبوره اللي امام حضراتكم. السبوره دي ممكن يشرح مين اللي هيلعب ناحيه اليمين، مين اللي هيلعب ناحيه الشمال، عايز يشرح جمله معينه او حاجه معينه يشرحها من خلال السبوره. يعني الواحد جات له مشاعر كتيره جدا، يعني انا عايز البس وانزل العب من دلوقتي. يعني علي معلول، ووجود علي معلول الحقيقه يعني كلها حاجات حلوه جدا وكلها حاجات لطيفه. حبيت انقل لحضراتكم استاد الاهلي والسلام عامل ازاي. استاد السلام في استاد الاهلي والسلام في ابهى صوره لي، سواء في الملعب وريتكم النجيله عامله ازاي، مقاعد البدلاء والمدير الفني والاداريين عامله ازاي، حتى المدرجات بسم الله ما شاء الله حاجه جميله جدا. انا بشكر شركه استادات الحقيقه على المجهود الكبير اللي عاملينه في ملعب الاهلي والسلام، حاجه رائعه وحاجه محترمه جدا. بشكركم، كان تقرير بسيط علشان نعيش في الماتش ونعيش في جو الماتش من دلوقتي. اشكركم ونكمل كلامنا. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. لحقت ارجع بسرعه، خلصت ورجعت على طول علشان نكون موجودين مع حضراتكم دائما في البيت الكبير. معايا اثنين الحقيقه من ضيوفنا الكبار ونقادنا الرياضيين الكبار الحقيقه، ولهم اراء كثيره واراء قويه جدا خلال الفتره السابقه. هنعرف برضو النهارده رايهم في هذه المباراه، مباراه صعبه، مباراه مش صعبه، شايفين المباراه ازاي. يا ما استعنا بيهم خلال الفترة السابقة ودائما هيكونوا معنا خلال الفترة القادمة. نقدنا الرياضي واستاذنا استاذ محمود صبري رئيس القسم الرياضي ومدير تحرير جريدة الاهرام. ازيك يا استاذ محمود؟ مشرف منور. منور الدنيا. اخبار حضرتك ايه؟ ان شاء الله رب العالمين. كله تمام؟ ان شاء الله. الحمد لله. ايضا نقدنا الرياضي الكبير ومستشار التحرير لموقع القاهرة 24 استاذ عصام شلتوت. ازيك يا استاذ عصام؟ ازيك كابتن؟ مشرف ومنور. انت اللي منور كابتن. سعداء جدا بوجود حضرتك معانا وجيت بسرعه انت. ايه رايك؟ سلام. قعدت ثلاث ساعات في الطريق. ثلاث ساعات في الطريق. انت جاي سبرنتر. نعم سبرنتر. لا دخلت في حتت زحمه وبتاع ففضلت واقف فتره رائع فتره طويله جدا يعني، لكن في النهايه ملعب رائع وحاجه جميله جدا وشكل رائع جدا. دايما الكبير محتاج حاجه كبيره. اه طبعا. لا عاوز اقول بامانه شديده اسم الاهلي بينور اي مكان يتحط عليه. طبعا طبعا يبقى اضافه لي خطوه على طريق الخطوه الاكبر اللي هو الحلم استاد الاهلي الكبير في ان شاء الله في زايد. طبعا خطوه مهمه جدا. استادات بامانه شديده يعني عملت نقله على المستوى الملاعب في الفتره السابقه. مظبوط. كونك بدات بالنادي الاهلي فدي دايما بدايه مع الكيان الاكبر والابرز والاكثر تتويجا، ودي حاجات بتبقى يعني بحسابات اخرى. يعني الاقدام على خطوات الشركات بيكون يبحث عن من يعني يديله يحطه في المكان العالي في المستوى الافضل. خطوه مهمه جدا لاستاد الاهلي والسلام. اتعمل في شكل مميز جدا. الاهلي طول عمره على مدار تاريخه وجمهوره نفسه من فترات كبيره جدا، من فتره الثمانينات يمكن بدات تطلع نغمه ان احنا نفسنا في استاد ونعمل ونجمع ونروح ونيجي، ولكن ايه مراحل مرت بيها. دي خطوه يتكون فيها وولد فيها الملعب الكبير ان شاء الله اللي هيكون في 6 اكتوبر. ملعب السلام تم تجديده بصوره افضل، وضع على غرار الانديه الانجليزيه او الاسبانيه والفرنسيه شكل مميز، بيديك بحس انك انت موجود في ملعبك وفي مكانك. ده شيء كويس جدا. اتمنى ان شاء الله يكون وش السعد على النادي الاهلي باذن الله تعالى ان شاء الله وصول للمباراه النهائيه. يتوج الجهد الكبير ان شاء الله يوم السبت امام الترجي التونسي ان شاء الله. استاذ عصام الملعب رائع، يعني نجيله رائعه معتنين بها بشكل كبير جدا. حتى المقصوره، المقصوره تم تغيير الكراسي اللي كانت موجوده واصبحت الكراسي الجديده اللي موجوده دي، كل حاجه في سبيل راحه جمهور النادي الاهلي واعضاء مجلس ادارته ورئيس مجلس ادارته. هو منطقي جدا زي ما قال يعني اخويا محمود صبري ان انت بتتكلم عن النادي الاهلي
بتتكلم عن شركات وطنيه من 2019 في الكان. الحقيقه بوش جامد جدا ان احنا نبقى نسخه دوليه حقيقيه. ايوه اللي بيطبق دايما على مستوى المؤسسات بقى ان صح الوصف يعني دايما النادي الاهلي هو اللي حاجز يعني منطقه مؤسسيه، وبالتالي وانت بتعد الملعب بتنقله نقله عالميه. انت لعبت بره كابتن اسلام وشفت الملعب نفس الستاندر بنفس الطريقه، خلاص بقى مش مجرد ديكور كويس وارضيه، بالعكس. واحنا قبل ما ترجع من الملعب انت واحنا بنكلمك بس وانت في الطريق قلت لك انه الارضيه هي الاحدث، وانه اصلا اللي موجود ده هو ما يمكن ان يكون 100% تستحق الكره المصريه، النادي الاهلي، الشركات الوطنيه، وفي القلب منها طبعا استادات. انت النهارده بتقول احنا موجودين، كنا بنفرح وحضرتك فاكر في عهود سابقه ما بنبقى شبه الدنيا. احنا النهارده في عنوان مصر الجديده احنا نسخه دوليه حقيقيه. يبقى بقى ان عدوى هذه المؤسسيه بتاعت النادي الاهلي الحقيقه تنتشر بصراحه شديده. نعم. لان هذا هو ما سيحقق صناعه 100% تسعد الجمهور. كره القدم يا كابتن صناعه امن قومي وصناعه بهجه تدخل الفرحه ويعني وتدخل الربحيه وكل اللي انت عايزه قوله. عشان كده الدروبات اللي بتتعمل وطبات صناعيه للنادي الاهلي، لان هو اللي رايح يعني ايه عنده زي المهاجمين كده تارجت، يعني مهاجم تارجت عارف طريق العالميه، عارف طريق الدوليه. وبالتالي يبقى الشوط الثاني في مباراه الدور قبل النهائي، وهي مباراه القاهره ان شاء الله، تحقق بقى بقيه المنظومه دي، ان يصعد النادي الاهلي في الموسم الثاني مدافعا عن لقبه بطل القاره، نادي القرن، صاحب برونزيه العالم، ومن ثم العشره يا اهلي خلاص قربت جدا. وهي الحاجه الحلوه اللي لعبت الاهلي زي ما خلعت هذا الذهب واعطته للرجل اللي اعطى كثيرا ولا يتحدث ابدا بلغه فرديه كابتن محمود الخطيب، هو نتاج عمل مجلس وعائله الاهلي، وحضرتك كنت شاهد على البرنامج ومحمود شاهد على البرنامج. هو كمان النجوم الحمر لازم يخلعوا على اللاعبين فرحه العشره يا اهلي الحقيقه، يعني العشره اهلي، ولكن قدامنا مطب، قدامنا مطب صناعي يعني زي ما بيقولوا. لسه يوم السبت في 90 دقيقه، 90 دقيقه الكل بيعتبرها او معظم التوانسه، خلينا نروح للتوانسه تحديدا، لانه انا خلال الثلاث ايام اللي فاتوا كنت دايما بيبقى معايا احد الاعلاميين من تونس، احد النقاد الرياضيين من تونس، دايما كانوا ماشيين في اتجاه ان الاهلي الاقرب بنسبه 90%، مش 50 60 70 لا طبعا. 90%. فكلام برضو. طيب بما اننا بنتكلم عن الاعلاميين التوانسه، معانا صديقنا وزميلنا الاعلامي الكبير الاستاذ هيثم الرشدي من تونس يتكلم معانا في هذا الاطار، يتكلم معانا في هذا عبر سكايب طبعا. استاذ هيثم ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا بك كابتن اسلام، اهلا وسهلا بالاستاذ اللي معك في الاستوديو، تهيألي في الاستاذ عصام شلتوت صاحبي وصديقي. الاستاذ محمود صبري والاستاذ عصام شلتوت بيسلموا عليك. منور يا هيثم. ازيك ازيك كابتن، عامل ايه؟ يا عايشك يا حبيبي، يا عايشك. لينا مده، لينا فتره يا اخويا، ما تخافناش. والله كورونا ما بعدتنا. معلش لكن في القلب والله. انت من الناس اللطيفه ودايما ليك اراك الحقيقه يعني. اكيد ربي يخليك وربي يوفقك، تحياتي للناس كله، تحياتي للجماهير الاهلاويه اللي قاعده تتابع فينا الان. استاذ هيثم خليني ابدا، انا لسه كنت بسال ناقدنا الرياضي الكبير الاستاذ محمود صبري عن الاعلام التونسي، ومن وجهه نظرنا او من وجهه نظري الحقيقه هو بيصدر المشهد ان المباراه منتهيه لصالح النادي الاهلي، هل ده فعلا اللي بيحصل او هو ده الشكل اللي بيقوم به الاعلام التونسي حاليا؟ لا، اذا كان هكذا ما نقعد في تونس من غير ما نجي وغدوه معناها. لا 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 لا، هذه شوف بصراحه، انت كمذيع في قناه النادي الاهلي وكنجم سابق في قناه في النادي الاهلي، كنت تتصور كون الاهلي كان باش يفوز في راتس 1-0؟ ولا واحد كان يتصور النادي الاهلي، خاصه في الفتره الحاليه، لانه نعرف جيدا كونوا الترجي والاهلي ليس في افضل حالاتهم، يظل هذا من اكدوه الناس كله، كونوا ما شاهدناش مباراه كبيره، ما شاهدناش مباراه فنيا ترتقي المستوى، لانه تقريبا شوط اول كان تكتيكي بحت، معناتها تقريبا الزوز فرق كانوا معناها اضغاط، معناها الامور الفنيه واضغاط الانضباط الفني بالنسبه للزوز مدربين على اداء اللاعبين، لكن في الشوط الثاني العامل البدني والارهاق البدني ظهر عليه الترجي هو اللي خلى الفرق، وهو اللي خلى الاولويه للنادي الاهلي، وشفنا مع النادي الاهلي اللي كان يتصرف بنتيجه 1-0
الاهلي ما اقلقش كثيرا معناها الترجي هذه التونسي ما كانش الخط ما كانش، لانه بصراحه لو كان النادي الاهلي في افضل حالاته، لو كان النادي الاهلي اهلي تاع زمان مثل ما تقولوا في مصر، كان يفوز على الترجي، لانه الترجي يومها تقريبا ما كانش حاضر في المباراه، كان يفوز على الترجي 2-3 مش هدف هدف ليس صحيح. يعني هيثم، لكن بس الظروف قبل بدايه المباراه برضو اللعيبه يعني خدت خضه سريعه كده. صحيح كله كان مؤمن، والامن التونسي الحقيقه عمل ما يمكن ان يكون شيء يعني رائع، والجمهور هدي في كل الاحوال وهذا حال كره القدم، لكن لعيبه الاهلي لولا يعني خضة البداية لا في الشوط الثاني كان ممكن يبقى حظوظ وفرة، خاصة انت راجل يعني لفيت كتير مع الكورة وعارف ان اللعيبة برضو جالها هاجس. انا ما اعرفش لو دوست عن كده ايه اللي ممكن يحصل معايا يا كابتن اسلام. صح وانت صح راجل نجم كورة يعني، فاكتفوا بالربحية سريعة على اساس انه يعني افضل ما كان يعني. لا لا يا كابتن، لا لا يا كابتن، اكيد نعرف جيدا اذا كان تلعب في القاهره ولا تلعب في تونس نفس الشيء، ولاعيبه الاهلي ولاعيبه الاهلي متعودين يلعبوا في تونس، تلعبوا ايضا في ادغال افريقيا. وخليني ناكد لك حاجه، راهو اللي صار يوم المباراه، راهو اللي صار وكونه صار بالعكس، كان العائدات السلبيه نتاعو على لاعبي الترجي التونسي اكثر من على لاعبي النادي الاهلي، لانه الضغط اللي تسلط على الترجي خاصه في تاخير المباراه، لانه الترجي راه تقريبا مجموعه شابه، مجموعه جديده، راه ما هيش الترجي تاع زمان، ما هيش الترجي تاع سنه الفارطه او السنه اللي قبلها. اكيد هناك عديد العناصر اللي فما حتى ملاعبيه لعبوا في الترجي التونسي ولا يوم لعبوا امام جماهير الترجي التونسي. يعني الضغط والشيء اللي كان خفت منه اداره الترجي التونسي اللي هو الضغط السلبي اللي تسلط على لاعبي الترجي الرياضي اللي كان اكثر بكثير من اللي تسلط على لاعبي الاهلي، لانه مؤكد لانه ده جمهورهم والقانين عليه والقانين منه في نفس الوقت. انا ما اقصدش يعني، انا بقول لك العمل كان سريع، كانش فيه يعني قبله بدايه تنبئ بشيء. جمهور اكثر حماس، الجمهور واضح انه زعلان من الترجي حتى في الدوري زي ما انت بتؤكد. لا لا كابتن، الجمهور لم يكن زعلان من الترجي، بالعكس الجمهور فايز بالدوري، الجمهور امور واضحه، الجمهور يعاون كثير. اللي صار هي راهو اشكاليات معناها في تنظيم الدخول، لانه طبعا الترجي كانت وفرت موضوع برضه وانت بتسخن مزعج، ما فيش شيء خطير، لكن الموضوع خد انتباه اللاعبين يعني. صحيح، لانه لاعبيه النادي الاهلي تقريبا دخلوا للميدان وعاودوا خرجوا، لكن لاعبيه الترجي هما اللي قعدوا في عمليه الاحماء وقتها عاودوا رجعوا لحجرات الملابس، لانه بالرسمي وقتها اصبحت استحاله بالنسبه للاعبي الترجي كانوا يتنفسوا على ارضيه الميدان، لانه نعرف جيدا والاشكاليه اللي صارت هي بالكل هي كانوا الامن الوطني قرروا كانوا يقفل ابواب رات الساعه الرابعه. صحيح. لكن هناك جماهير ما زالت نعرفوا جيدا في احترام البروتوكول الصحي والتباعد، جماهير ما زالت ما دخلتش الملعب، ولهنا صارت شويه الاشتباكات ما بين الامن والجماهير الترجي هذه التونسي اللي كان المفروض وقتها حتى هي فرصه طيبه بقى مباراه العوده هتكون فرصه طيبه نتفرج على الاهلي والترجي يعني باهميه فنيه هتكون اعلى اعتقد يعني. أكيد، لأنه الترجي أمام فرصة حتمية وحيدة، لأنه نكد لك مثل ما الأهلي يتصرف في تونس الترجي قادر يتصرف في القاهرة. صحيح قبيلة قلت لي هناك الزملاء اللي يقول لك 90% للأهلي، لا أنا أقول لك 50-50، ما زلت الأهلي الساعة 50-50، لأنه الأهلي راهو لغاية هذه راهو شاهدنا كل مباراة، راهو الأهلي ما قدمش مباراة كبيرة، راهو الأهلي ما جاش مع صحيح الأهلي انتصر والجول شرعي والأهلي قدم مباراه بدنيا طيب. كان افضل من الترجي. طيب الكويس. خليني بس اسمع من وحضرتك معانا برضو استاذ محمود، يعني الاستاذ هيثم بيتكلم على ان الاهلي لم يقدم مباراه جيده، الاهلي هدف شرعي، الاهلي كان الافضل، الاهلي فقط عرف ينتصر، كان هناك ذكاء وكان فتنه من لاعبي النادي الاهلي ومدرب الاهلي اللي هو المطلوب ما يقبلش اهداف في رادس، ولو كان فما امكانيه يجيب جول وهذا اللي حصل، ولهنا هذا اللي يشكر عليه النادي الاهلي. مظبوط، ولكن الكلام اللي حضرتك بتقوله ده هذا هو الفارق ما بين الفريق الكبير والفريق النجم والفريق البطل واي فريق اخر، هو كيفيه استغلال الفرص. لا ترجي، لا استاذ هيثم بس لا 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 طبعا يا هيثم طبعا لا كابتن اسلام اكتر واحد عارف على فكره. لا اصل الثلاث ايام اللي فاتوا مثلا اي حد بيجي يسالني يقول لي الترجي، وهنا على الهوا لو حضرتك متابعنا خلال الثلاث ايام اللي فاتوا كان بعض الاعلاميين التونسيين وبعض الصحفيين التونسيين ما بيخشوا ويعملوا معانا مداخله كانوا بيقولوا لي انا تحديدا لو حضرتك رجعت للثلاث ايام اللي فاتوا ان الاهلي الاقرب الى الوصول الى الدور النهائي لان الترجي سيء، اتقال لي كده. هذول ما همش مكشخين خليني اكمل لحضرتك، ولكن دايما كان ردي
ان الترجي هو الفريق الثاني او ثالث اكبر فريق في افريقيا من ناحيه البطولات، الترجي واحد من افضل الفرق في افريقيا، ترجي واحد من افضل الفرق في تونس، ترجي سيظل دائما اسمه الترجي مهما حدث، سيظل هو شيخ الانديه التونسيه. الكلام ده انا قلته على الهوى، والكلام اللي حضرتك بتقوله ده تحديدا 50% و50% هو ده الكلام اللي انا قلته، ان هذه المباراه 50% 50% يا استاذ هيثم. اسمع تعليقك يا استاذ. الترجي بطل نسختين 18 و19 بالظبط كده، ما تقدرش تقلل منه يعني بالزبط. لكن هو اللي انا عايز اقوله لك حاجه واحده، انت بتقول مش ده النادي الاهلي بتاع قبل كده، لا الاهلي بيبدا مرحله تانية جديده مع تكوين فريق عاوز يبني. الاهلي لما بنى وراح افريقيا وسيطر عليها في فتره من فترات كانت النقطه الاساسيه انك تعرف ازاي تفوز خارج ملعبك. مظبوط، ودي يعني دي الفكره اللي بنى عليها مانويل جوزيه كل انجازات الاهلي، انه خلاص كسر الحاجز النفسي واوجد ده اللاعبين والجيل الذهبي الفرصه ان هم ايه بيعرفوا يلعبوا خارج ملعبهم، والفكره دي تواصلت. انت هنا مع جيل جديد كسر اللقطه دي، بدات مع مباراه الوداد على فكره. مظبوط، من المباريات المهمه الوداد في السيمي فاينال كانت ادت ثقه، عمل كده رد فعل بقى في مباراه العوده، مباراه كبيره جدا، والوصول للمباراه النهائيه مع الوداد السنه اللي فاتت. انا بكلمك الوداد السنه اللي فاتت، السنه دي كسرت برضو الحاجز رغم انك انت ادائك في الادوار التمهيديه ما كانش بالصوره المطلوبه، لكن ايه كنت برضو بتجمع شتات الفريق بصوره في ظل الاصابات وفي ظل الغيابات وفي ظل حاجات غريبه بتحصل مع الفريق، لكن مدير فني قدر يعمل روتيشن. مباراه الترجي في الذهاب مباراه الكثير كان خايف من التوجه، ولما فاجئ الترجي الجميع بانه هيحضر الجمهور كله كان متوقع ان الجمهور هيحضر. نعم. لكن الاهلي خرج من المباراه باللي هو عايزه. صح، يعني انك انت نقطه مباراه الذهاب، تخيل بقى العكس لو كانت انتهى 1-0 لصالح الترجي، كان يبقى العبء والضغط الكبير جدا على النادي الاهلي هنا في ملعبه، خاصه انه كمان هيلعب بدون جمهور. لكن انك ترجع من تونس وفي معقل الترجي الكبير بنتيجه 1-0 اكيد الحسابات هنا هتبقى مختلفه. الترجي هيجي هيلعب بكل يعني هيربي بكل اوراقه في الملعب، لكن اعتقد لعيبه الاهلي وبقياده موسيماني لديهم القدره على انه حسم المباراه اللي هتكون صعبه جدا في ظل ضغوط كبيره جدا، ما حدش يقدر يتنبأ بالافضليه رغم افضليه 1-0، لكن هتحسمها على مدار ال 90 دقيقه ان شاء الله. الحضور الذهني لعيبه الاهلي وتجهيزهم بالصوره واخراجهم من حاله الضغط اللي هو تسريب شعور ان المباراه اتحسمت وانه خلاص الاهلي صعد، لا الاهلي ما صعدش. نعم. لسه الاهلي قدامه 90 دقيقه اعمال شاقه محتاجه فيها جهد كبير جدا ان شاء طيب. الله حتى يصل الى الفاينل باذن الله. استاذ هيثم، يعني استاذ هيثم معانا مظبوط؟ استاذ هيثم عايز اخد رايك برضو. الترجي في هذه المباراه، المباراه القادمه بقى، خلينا نروح للمباراه القادمه، من وجهه نظرك كيف ترى طريقه لعب الترجي في المباراه القادمه؟ بمعنى انا فريق كبير، فريق عظيم، ليا جمهوري، ليا ناسي، ليا مريديني، ليا محبيني، واتغلبت 1-0 على ارضي، كيف يفكر المدير الفني معين الشعباني في المباراه القادمه؟ ده ساعة في تعليق بسيط كابتن اسلام، اكيد ساعة لو في مستوى مثل هذا، خاصة في دور النصف نهائي ابطال افريقيا مع زوز فرق تقريبا الزوز الافضل في افريقيا اللي هو الاهلي والترجي، راهي تنتفي المساحات وتنتفي ارضية الميدان ونبتعد جيدا، لانه شفنا ضغط جماهير الترجي كان بالعكس ولد ضغط سلبي على الترجي، وقبل معناتها والتاخير بساعة كان عائد سلبيا على الترجي التونسي، لانه في مستوى مثل هذا، في مستوى مثل زوز فرق هذوما ننساو الملعب وننساو والحضور الجماهيري وننسوا كل شيء. مباراه العوده اكيد بالنسبه للترجي هذه التونسي، وانا هنا ما شرطتكمش الراي تقولوا لي الضغط باش يكون على الترجي، بل بالعكس الضغط باش يكون على النادي الاهلي، لانه النادي الاهلي يعرف جيدا قيمه الترجي، يعرف جيدا قيمه مدرب الترجي التونسي معين الشعباني، يعرف كونه الترجي التونسي لما عاد من العاصمه من الجزائر في مباراه دور ربع النهائي منهزم 2-0 عاد في رادس وفي اخر لحظات ورجع 2-0 وفاز بضربات الجزاء، يعني في مثل هذا المستوى تنتفي يعني كل هذه الحسابات، وخاصه الارضيه الميدان ومباراه عوده ومباراه اياب. كما قلت لك الضغط باش يكون مسلط على لاعبي النادي الاهلي، لانه يعرف جيدا، لانه النادي الاهلي الشيء اللي صار في ملعب رادس مستحيل يتكرر، لانه نعرف جيدا كون الترجي التونسي باش تكون هناك رده فعل من لاعبي الترجي. معين الشعباني وهذا حتى ما صار معناتها على مستوى اداره الترجي ومدرب الترجي، نعرف جيدا كون الاصابات اللي كانت عائق كبير امام معين الشعباني، خاصه بغياب لاعبي وسط الميدان تقريبا، ايضا غياب طه ياسين الخنيسي، غياب غيلان الشعلاني، وحتى شفنا بالغيت اللي ما كانش في اوج العطاء نتاعو، ايضا عامل كون الدوري التونسي تقريبا منذ شهر الترجي التونسي لاعبيه لم يخوضوا اي مباراه رسميه، اللي خلى بعض الفراغ بدنيا بالنسبه للترجي، وهذا ما اضطر الترجي التونسي للتحول في تربص مغلق الى مدينه تبرقة قبل مباراه الاياب.
قبل مباراه الذهاب عفوا في رادس، ولهنا نستناو كونه رده الفعل الترجي، وهذا حتى ما اكد المعدل البدني الترجي باش يقول لاعبي الترجي باش نشوفوهم بوجه اخر في مباراه القاهره، ولهنا نستناو رده فعل، وهذا ما اكدوه اللاعبين الكل. حتى شفنا الجماهير اللي كانت حاضره في تمارين الترجي واللي كانت غاضبه جدا على مردود عديد اللاعبين على غرار حمد الهوني، على غرار انيس البدري، على غرار توكي، على غرار عبد البسيط، اللي تقريبا لانه صراحه ما نختلفوش الاثنين وكانوا تكتيكيا الاهلي في طيلة ال 45 دقيقة الأولى الأهلي كان أفضل من الترجي، كان عرف كيفاش يسيطر على مناطق قوة الترجي هذه التونسي ويخلي الترجي ويحد من خطورة الترجي. في الشوط الثاني أنا قلنا بدنيا هو العامل الوحيد اللي صنع الفرق بالنسبة للأهلي. نستناه وهذا ما أكدوه المعدل البدني، قالوا بدنيا الترجي سيكون جاهز في القاهرة، ومثل ما أكدنا الناس الكل مثل ما الأهلي سجل في رادس وفاز 1-0 أكد لك مرة أخرى، والشيء اللي نحكي فيه الكل هو اللي أكد قيمة الترجي هذه التونسي، لأنه كان الترجي قادر يسجل في ملعب ونأكد لك حاجة أخرى، أي نتيجة فوز بالنسبة للمباراة الثانية للترجي هي اللي تعدي الترجي التونسي ما تعديش الأهلي المصري. تمام. تفتكر يا هيثم أنه معينا يلجأ زي ما احنا متعودين يعني في الكرة التونسية اللي هي الكل في الكل يعني هيلجأ للهجوم كده من اللحظات الأولى بدون خشية، ولا هيمشي الماتش 90 دقيقة ويستنى فرصة الهدف يعني؟ لا كابتن اكيد شفنا الترجي التونسي في تقريبا كل الادوار في اللي خاضها في النسخه الحاليه لدوري ابطال افريقيا كانوا الترجي يسجل بعد دقيقه 75. نعم شفناه حتى تاهل الهدف الثاني ضد شباب بلوزداد كان تقريبا في دقيقه 86. يعني الترجي يتريث، الترجي ياخذ وقته، وهذا اللي ما فهمناهوش في الترجي اللي هو العامل البدني اللي كان خان الترجي في يوم مباراه الذهاب. نستناو ان شاء الله هذا ما اكدوا صبري وعزيزي كانوا الملاعبيه باش ترجع لهم اللياقه نتاعهم البدنيه باش يكونوا في التوب فورم نتاعهم ان شاء الله باش يكونوا في مباراه الاهلي. وكما قلت لك ما نتصورش معين كانوا باش يجازف من الاول، لانه نعرف جيدا ما تنجمش 90 دقيقه 90 دقيقه تلعب ضد النادي الاهلي في القاهره وانت تجازف على النادي الاهلي منذ بدايه المباراه، اكيد لهنا باش تخسر. دونك نتصور كانوا معين الشعباني باش يتريث، لاعبي الترجي عندهم التعليمات الواضحه اللي المباراة هذه مباراة للفوز ليس للعب، مباراة تتربح ما تتلعبش كما نقولوا نحن مباراة الكبار كده فعلا. استاذ هيثم انا بشكرك جدا على وجودك معانا، وسيظل دائما الترجي هو الترجي، سيظل دائما النادي الاهلي هو النادي الاهلي طبعا، وستظل مباريات الاهلي. هو جاي من الباسة ولا لا هيثم؟ انت جاي ان شاء الله؟ ان شاء الله بكره الطياره الساعه 2 بعد الظهر من تونس. كان موجود هنشوفك بقى ان شاء الله. ان شاء الله. انا بشكرك جدا يا استاذ هيثم، وستظل دائما مباريات الاهلي والترجي طول عمره وحتفضل كده يعني لامل شمال افريقيا. نعم ديربي شمال افريقيا. ديربي شمال افريقيا بالظبط كده، نفس الكلام محمود كان بيقول 50-50 هو ده نفس الكلام. لكن انا الحقيقه هو ده حقيقه حصلت الثلاث ايام اللي فاتوا، كل ما اجيب حد من تونس يقول لي 90%. انا لسه كنت حتى بسال الاستاذ محمد على هذا الموضوع، هو لازم يسرب لك حته كده عشان يديني حته كده انومك شويه مثلا لا في حساسيه بزياده يا محمود والله. بعض الزملاء في تونس فاهمين ان احنا بنتنك عليهم بالمعنى الدارج يعني، او بنقول كره جمال. مين اللي يقول كده؟ هو ما هو بقى الخليط اللي حاصل بتاع سوشيال وما سوشيال خلى اي حد بقى علامه كابتن. لا بس هو في النهايه الكل يعلم مدى العلاقه الكبيره جدا ما بين الاهلي والترجي وما بين جمهور الاهلي وجمهور الترجي، المناوشات اللي ما بين الجماهير. لا سهلة طبيعية. أنا بتكلم على اللي يطلع يقول لهم انا اعلامي فيقول لهم ترجي ايه وتونس ايه. لا مفيش الكلام ده، يزعلوا جدا لولا بعض الصداقات يا كابتن، وجود مثلا حوار زي اللي انت عامله محمود واصدقاء والعبد الله واصدقاء، بنبدا اقول لهم وهم بيشوفوا بقى الاهلي بيستقبل الناس ازاي طبعا يعيشوا ازاي في وسطنا. انت بتتعامل باسم مصر طبعا، ما تتعاملش باسم حد، تتعامل باسم مصر الاول، وبالتالي مصر دائما هي اللي دايما الكبير، وهي دايما اللي بتلم الناس مهما كانت الظروف. لازم تبقى عارف ان فوز الهلال عمل لهم صدمه. نعم عمل صدمه، صدمه جامده، صدمه جامده جدا طبعا، رغم الاحداث اللي حصل قبل بدايه المباراه وتاخيرها ساعه. ربما كان هذا الامر المشاورات اللي جرت ربما كان من الحنكه ومن توفيق ربنا انه قدر الجهاز الفني يطلع لعيبته ياخدهم بره المشهد، هديهم نفسيا والشحن الايجابي اللعيبه نزلت عندها ثقه. مظبوط. كان ممكن الامور تتطور ويبقى الامور صعبه، ويبقى انت عارف ده مش اول مره في لنا زي ما بقول لنا في رادس حكايات كتير. حكايات ما كانتش بسعر، حكايات بال كان لا حكايات لا كان حكايات بال بالعرق والجهد والدم واخلاص كده. فعاوز اقول انك انت ربنا كرمك وكنت حاضر في المباراه وخرجت، ده مهم جدا. نعم هو جاي عاوز يعمل عليك ضغط.
عاوز ياخدك في الحته بتاعته قوم انت تخاف. لا انت مش هتخاف خلاص، انت كسرت الحاجز النفسي بالفوز ده على فكره يا كابتن سامي، طلعك خطوه لقدام. فاعتقد بيتس موسيماني خلاص بقى عنده التوليفه والدماغ اللي بيعرف يتعامل بيها في المباريات الكبيره، بقى عنده الثقه في اللعيبه، وعنده بيعرف يحرك الاوراق بتاعته والشطرنج ازاي، بيعرف يلعب ازاي. ده ضمن الحاجات ايه، ان يكون لديك مدرب يكسب المواجهات الكبرى. ده من الحاجات اللي هي فيها توفيق كبير جدا من ربنا سبحانه وتعالى انك انت رحت للطريق ده. انت داخل في مرحله لسه، انا بقول اهو اكتمال البناء اقترب، انت بتوصل بتوصل مرحله في ظل ظروف ايه، بتيجي تروح تقابل فريق بجمهور، وترجع انت تلعب بدون جمهور، وتروح تواجه مش عارف عندك اصابات، وتطلع يطلع المدير الفني بتاعك جاهز بحط البديل وعنده اللي حطه بره. فاعتقد المباراه اللي جايه هتبقى مباراه تكتيكيه من الدرجه الاولى، مباراه قوه وصراع في منطقه نص الملعب، مباراه كمان يعني لابد بكل ما اوتيت من قوه ان تقلل من اخطائك حوالين ايه طبعا منطقه ال 18 لان هو بيجيد الكرات الثابته وهيلعب ان هو هيموت لعبه ان هو بيدافع راس مال الترجي الحقيقه مدرسته انت تعرفها كويس طبعا جدا طبعا. انه بيريحك ويقفل ورا لكن بيلعب على واحده وشكرا وشكرا خلاص بقى العب انت بقى اول العرضيات والفاولات. فانت هنا ايه لابد ان تاخذ بزمام الايه المبادره بقى على طول بقى، ما تستناش بقى الفرصه طيب. عشان ما يجركش للي هو عايزه نعم. انت لازم تفاجئه باللي انت عايزه مش اللي انا عايزه مش اللي هو عايزه. اعتقد موسيماني في السكه دي اللي انت بتقولها. على فكره حاجه مهمه يعني مركز ان اوضحها، موسيماني وكانه لم يبدا العمل الرسمي مع الاهلي بعد، وكويس ان مقدمنا ومزانا هو نجم كره قدم. الراجل عشان يعمل اللي عمله مع سان داونز قعد موسم ونص قبل ان تبدا الطريقه واللي قدمه على مدار المواسم يعني الطويله دي. هو ولا مره خد توقف، ومع كل توقف اسبوع 10 ايام بتلاقي الكوره مع التيم بالتكتيك مختلف، بيبدا يقول للاعيبته ويذاكر لاعيبته لانه كان جاي ماتشات ماتشات ماتشات. اعتقد ان هو النهارده جاهز للي قاله صبري انه يعرف ازاي يسيطر. هو مدرب من العيار الثقيل. نبيل معلول في حوار اكثر من رائع قال انه بيرسل تحيه خاصه لمحمود الخطيب وليس اسطوره كره القدم مع محاوره عشان ما يفكرش بيتكلم عن هذا النجم. قال كيف فكر هذا النجم المؤسسي في اختيار مدرب من داخل القاره لديه حلم مع النادي الاهلي. وبالتالي انا متاكد ان موسيماني مجهز لاعبته وجاهز لتقديم وجبات مش بس الماتش ده، ان شاء الله في قادم المباريات. كيف يجهز موسيماني لاعبيه لهذه المباراة الهامة جدا؟ ده اللي هنسأله لأساتذتنا، ولكن نطلع فاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل هذا الحوار الممتع. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين. أستاذ محمود، كيف يجهز موسيماني كتبته لهذه المباراة؟ بدأت النهاردة بالكلام اللي حصل النهاردة، كلام كابتن سيد عبد الحفيظ أكيد مع الفرقة ومع اللعيبة، عشان دي مهمة جدا. بتيجي انت في خلال استعدادك للمباراة مهمة بتدي صدمات تفوق وتزود التركيز، بس بدون ما يكون في مبالغة. ما انا مش عاوز اخوفك تنازل وانت كسبان تنزل خايف بالزبط. لا تخسر بالزبط. امر طبيعي جدا في الكورة يعني، لا احسن مننا بيتعرض للكلام ده. فاعتقد التجهيز النفسي ووضع اللعيبة وكمان معاهم برضو موسيماني بالحاجات دي بتاعته يعني عنده لقطة بالخلاف اكيد هيبقى في مثلا الكابتن محمود الخطيب ليه دايما في الحاجات دي بيبقى له يعني مشهد مهم جدا في لقطة مناسبة بيدخل بيتكلم كلمتين كده مع اللعيبة. اعتقد ان هم مقدرين انه الاهلي بات قريب جدا من حلم البطولة العشرة، شيء مهم جدا محتاجة تركيز 90 دقيقة فاصلين للوصول للمباراة النهائية اللي تقام في المغرب. الكلام بقى عن الاطار الفني ده ما حدش يعرف تفكيره هيبقى عامل ايه، هل هيلعب بنفس التشكيل، هل هيلعب هيضيف ناس ثانيه، هل هينزل يعني هو اللي ياخد الترجي ويقول يلا بينا نخلص وموضوع حكايه خلصت من رادس. دي كلها حسابات، اهم حاجه فيها يا كابتن اسلام بيبقى توفيق ربنا سبحانه وتعالى. طبعا توفيق ربنا طبعا. حاله اللعيبه تفاصيل صغيره بتبقى مهمه جدا بالنسبه للجهاز الفني وكمان حاله اللعيبه. اتمنى ان شاء الله يكونوا حاضرين وقدروا ان هم خلاص داخلين في سكه مهمه جدا ليهم ولتاريخهم الكبير، انه الاهلي في حته تانية، انه الاهلي رايح ان شاء الله كاس عالم اللي جاي لكاس عالم الانديه. فاعتقد المساله هتحتاج
يعني ما بين التسعين وما بين 90 دقيقة 180 دقيقة كلهم على بعض إن شاء الله، إن شاء الله النادي الأهلي يكون بإذن الله تعالى بطل العشرة. دي أمنيات، ولكن أمام الأمنيات دي يا أستاذ عصام دايما بتيجي المطبات الصعبة. أنا برضو بشوف وما زلت مصر وأكرر أن مباراة يوم السبت فيها أشياء كثيرة جدا، ولكن أستاذ محمود كان بيتكلم على التركيز. جمهور الأهلي محتاج يفهم برضو أو يعرف قد إيه الفرق ما بين التركيز والتركيز الزيادة. طبعا لأنه التركيز ده مطلوب، احنا دايما بنطالب الكل او التركيز. كل ما كنا بنلعب كانت الناس كنت تركز في الماتش. الزياده دي خوف على فكره. ايوه الزياده توصلك للخوف، بتعمل اللي بنسميه رمل في الرجلين يبقى مرعوش، والكره تيجي تخبط في بطن رجلك يا اسلام وتطول سنه وحاجات كده. انت لعيب كره ونجم مصر وكابتن مصر يا اسلام، وبالتالي ده مش مطلوب نهائيا. بس الاهلي عدى المراحل دي. أيوة. صحيح خشيه الفرحه لكن قطعوها خلاص، خبرات متعاظمه. انت معاك الشناوي بيقفل الباب على المصورين حتى لو اعلام النادي الاهلي عشان يقول له. انا لسه كنت هاخد بالي من النقطه دي، ان اعلام النادي الاهلي او قناه الاهلي كانت متواجده واتقفل عليه اول حاجه. على فكره احنا كنا سعدة جدا، مش بيقول له ماتش تاني. ايوه اصل هو ما بيقولش انتوا جايين، ما هو مش متوتر. ده راجل بيتكلم كبروفيشنال بيقول له لا 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 عندنا شوط تاني يا جماعه، هنبقى نتصور وهنبقى نفرح وهنبقى حتى الناس اللي ما عندهاش يعني كوبرايتس هنديها بس نخلص. يعني ايه مش وقته؟ لعيبه عارفه هي بتعمل ايه. ده النادي الاهلي. كابتن محمود خطيب لما يعني زي ما عرفنا ان هو ما قعدش يعني مع التيم القعده، كل الناس بتبقى فاهم ان رئيس النادي لازم يعدي بقى وعاملين ايه. لا. هو بيعدي كلكم ثقه، الناس مستنياكم، ده تاريخكم وده تاريخ النادي الاهلي. يعني حوار محفوظ جيل بعد جيل، كابتن صالح رحمه الله، كابتن حسن حمدي ربنا يديله الصحه، والان محمود الخطيب. هذا هو التواصل المؤسسي لنفس الاداره، عشان كده هو ده الموضوع. وبالتالي لا تقلق من لاعبين زي ما حتى حمود وانت بتقول لي بص لي اللي هو ايه، لا التركيز الاوفر يبقى خوف. مش ده النادي الاهلي بقى. اللي بيبقى جديد عليه الانتصارات هو اللي تخاف عليه من بهجه الفوز قوي، او التركيز الزايد خشيه اللي في ايده. لا اللعيبه دي تعودت تيجي فيها جون وجيب جون، مش يجيبوا جون. عشان كده كان في تصريح فني كبير قوي ومحترف قوي الموسمان، لا مشكله ان نقبل اهداف قبل الماتش الاولاني، لان معايا تيم يقبل اهداف ويجيب اهداف. لكن هذه هي كره القدم. لكن قال ايه بقى؟ انه عنده حارس وفريق رائعين، لكنه ما قالش اللي معاه الشناوي ما يجيش في جوان. انت بتحمله ليه كده يا راجل؟ بس ده بقى المدرب المحترف. مدرب غيره يبداها بانه مع افضل حارس في افريقيا، واحد بقى له رقم عالمي ما شاء الله، محمد الشناوي ديفنسي، كم من مره كلين شيت، نص ملعب اكثر من رائع. محمد شريف اللي لو اي لعيب غيره مع جهاز اداري زي سيد والذين معه، حتى دكتور عمرو محب كراجل بيترجم لكنه بيتكلم مع اللعيبه، وموسيماني، وانا مصر ان الراجل ده هيقدم اكثر من ذلك بكثير. لا لقيت محمد شريف ده راجل عام على قوم الشهره، لكن في اتزان نفسي يؤكد ان فريق العمل او الاطار الفني زي ما اهالينا في الخليج يقول لك الاطار الفني اللي هو الجهاز الفني، لا جهاز منضبط ومحترف جدا جدا. انا الحقيقه مش قلقان، ولازم اقول ده لانه انا متاكد ما يدور في الحجرات وفي الملعب هو التركيز المحترف بمؤسسية شديدة ولا شيء غيره. تمام استاذ محمود، برضو واحنا بنتكلم خلال هذه الفترة تحديدا، اصل اليو ديانج جاله عرض ب 800,000 مليون استرليني، وعصام شلتوت جاله عرض ب 900 مليون، ومحمود صبري مش عارف مين، مانشستر يونايتد باعت المكتشفين. يعني انتوا اساتذتنا في الكلام. يعني اشمعنا دلوقتي؟ مش من المفترض، معلش خدني للاخر، مش من المفترض ان انا الاقي مصر كلها واقفه في ظهر النادي الاهلي خلال هذه الفتره؟ لا مش لازم، مش لازم والله، مش لازم مصر كلها. والله مش لازم. لكن يعني لا مش لازم. طب دي جديده الحاجات دي جديده؟ مش جديده. بس عاوز اقول لك ايه، عاوز اقول لك حاجه. هو يعني مثلا دي بتخليك للبعض يعني المنافسين يعني بيبقى لهم دور في ان احنا نحط بقى يعني كفاياك. انت هتروح فين تاني يعني؟ انت ايه مكمل رايح فين؟ احنا كنا فاكرينك هتشيل 2-3 في الترجي، انت عملت لنا حتى لو جيت كسبت هنا 6-0 بس تخسر. يعني عايز اقول لك حاجه، فانت ايه، فبتيجي بقى حاجات بقى تترمي بصوره ويتكتب عليها قصص وروايات،
وانه مثلا نادي مانشستر بعت الكشافين بتوعه هيتابعوا مثلا اليو ديانج في مباراه السبت عشان يشوفوا ايه اخباره ايه. لا ده مش عارف ده ولتر بوليا مش عارف رايح فين. لا ده علي معلول عقده اكبر عقد في الدوري المصري التاريخ. في التاريخ وبياخد انا بتضحكوا عليكم مسؤوليه زياده. انت عارف انت الحاجات دي طبعا. هنا بياتي دور ايه هنا الاهلي بقى يعني الجهاز الفني الاسره بقى العائلة وكمان طبيعة وشخصية اللاعب. ده بتبقى شيء مهم جدا في احنا لما تجينا لو حكينا التاريخ وهنقول ونتكلم على مواقف كتير جدا هتلقى شخصية اللاعب هي فيصل في الجزئية دي طبعا. يقبل او لا يقبل يقتنع او لا يقتنع أيوه. مهم وتواجده وشايف اللي معاه بيحترموه وشايلينه على راسهم بيديله كل اللي هو عايزه ولا المسألة مسألة مادية بحتة. ما انت أيوه. بتزعل على ناس في ايه على مدار تاريخ النادي الاهلي تزعل على انه الماده يا جماعه مكامل احترامي شيء مهم لكن الاسره اهم. العلاقه والدفء الاسري لما يبقى تاريخك مع الاهلي 10 12 سنه وتبيعه مع كامل احترامي ب 10 ولا 20 مليون انت اللي خاسر. انت خسر بيتك مش مشكله نعم. مبروك عليك الفلوس لكن في حاجه مهمه جدا جمهور الاهلي عمره ما ينسى ومصدر قوة الأهلي على مدار تاريخه اللي فاهم هو جمهوره رقم واحد. ما تعتقدوش يا جماعة انه غياب الجمهور غريب. يعني الجمهور مش واخد باله. لا واخد باله من كل اللي بيحصل ومتابع بس يعني المشهد مطالب او مطلوب الفترة دي. فاعتقد انه ايه بتيجي تعمل حاجات دي ربما تديك صورة ايجابية ربما تديك القوة وتحفز لا هنرد على الكلام ده في الملعب. انت دايما ايه لما نيجي نتكلم على اللي حصل في 2018 الأهلي في تونس احنا يعني قلنا الموضوع يكون ايه الرد في الملعب. مظبوط. احنا مش هنرد غير في الملعب. احنا مش اسلوبنا بره الملعب والاساليب المختلفه اللي هي بتتقال دي. فاعتقد انه الحاجات دي مكشوفه ايوه واضحه مش هتنال من لعيبه الاهلي. مش هتيجي حد يروح يقول ديانج وهو ماشي كده خلي بالك ده جاي لك مانشستر وانت مش واخد باله الاهلي مش عاوز يمشيك. اعتقد لا الناس دي يعني ملتزمه بعقدها. هيجي وقت لما يكون عنده حاجه فعلا الحقيقيه جايه ومطلوبه ومعروضه بسوق اكيد هيبقى في نقاش واداره النادي هتتسلم الورق الرسمي مش بالبق والكلام اللي بيتم. دي كل الحاجات يا كابتن اسلام اعتقد بالخبره والتواجد سيد عبد الحفيظ في المشهد ده برضو بيصلح كثير من الاخطاء وبيوضح الصوره برضو. فاعتقد انه لعيبه الاهلي ان شاء الله تركيزه منصب على الوصول للمباراه النهائيه ان شاء الله. في التركيز بدون زياده في التركيز. لا بدون بدون زياده. لا زياده مع لعيبه محترفه احنا اتفقنا انه مستحيل حتى ما يمكن يعني رصده اللي انت قلته ده. اللعيبه خلاص يا كابتن عارفاه ليه لا شيء في النادي الاهلي خلف الاسوار. يعني ايه يعني انت ما بتقعدش مع لعيب انت عندك فئات عندك كل شيء واضح. عندك لعيب زي ديانج عينه على اوروبا وعارف انه هنا هو السنتر اللي يروح منه اوروبا. هو اصلا ب 20 مليون يورو وانا بقول لك كلام انا مسؤول عنه من ناس يعني محترفين كبار بلدياته من الأزهريين عارفين ان هو لن يخرج من هنا الا الى نادي كبير. لكن لانه مستوى الاحتراف عند الولد زاد فين بقى مع النادي الاهلي غير ان هم همهم في افريقيا يبقوا كده قالك انا محتاج مع الاهلي مواسم اخرى عشان يروح اعلى نقطة في الاحتراف الاوروبي مش لسه هيروح يبدأ فينتقل. عايز يمشي من هنا زي ما بيسربوا هم مانشستر مش يبعت كشافين يبعت صاحب النادي. ساعتها الناس بقت تفكر باحترافيه ما بيلاقوهاش الا في النادي الاهلي. أيوه. هناك شرائح هناك ما هو واضح عندك عقد بتقعد تتكلم فيه ما عندكش عقد خلاص انت بقيت عارف حقوقك كامله كل حاجه. اللعيبه النهارده في مصر وحضرتك عارف خلينا نقول للجمهور واخويا محمود عارف اللعيبه بتحسد زمايلها في النادي الاهلي بيقول لها عم انت معاك البتاع دي بتروح تلاقي فلوسك نزلت في المكنه احنا بنعدي على بيبان ونقفش هنا ونقفل هنا ويقول لك طب بعد بكره. قد تتحمل ظروف لكن برضه بتتحمل اي ظروف بموجب منظومه بس انت محترفة. بتقول الكلام ده يا استاذ عصام عشان انت في قناه الاهلي مش بتقول الكلام بالعكس ده. بالعكس طب ما تحسبي عليا لو اتكلمت في اي مكان بس أنا يعني. لا 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 وفي قناه الاهلي حتى ده ما هو انا اهلاوي وقت ما اكون عندي ما يميزني وانا بتفرج لنفسي اغلق عليا بابي. لكن لما اتحدث للعامه حتى لو من قناه النادي الاهلي لازم اراعي ضميري والا الناس مش هتحترمنا. نعم. وبالتالي انا بتكلم عن منظومه محترفه ليس عشقا ودروشه بالعكس. طب ما الناس تشوف لكن انت النهارده بتتكلم عن كل من ليس لديه الامل في نفس المنظومه لازم بدل يعني تيجي تقول له انت ما بتكسبش يقول لك يا عم ما الاهلي اتغلب سنه 76
يا اخي انت بتدرج الحاجات في بعضها ليه؟ وبعدين سبحان الله انا عامل حاجه لطيفه كده يعني كنت كاتبها للناس اللي بتتابعني والحمد لله، قلت لهم يعني انه يعني البتاع ده اسمه ايه الحاج ايفون ده احتفل بالنادي الاهلي يا اخي بكلوب هاوس ده، يعني يسالونك عن اي حاجه اقول لهم كلوب هاوس. اي حد بقى في نقطه صراحه رائعه، الناس بقت بتكلم بعض في الغرف المغلقه وعلى غرف المفتوحه وعلى بال لا المغلقه على بال ما يعرفوا انها مفتوحه بيكونوا سبحانك يا رب ياتوا باعترافات رائعه، مش هقول ليليه لان بقت بالنهار والظهر والعصر. عموما بص هناك فرق يا كابتن، كل الامور في النهايه تتضح ان النادي الاهلي هو البيت الكبير. ما هي بالوضوح كل الامور يا كابتن عند حواجز احترافيه واضحه بتتكسر عليها كل الشائعات يا كابتن، لانه انت بيقول لك ايه الحق الناس جايه على باب البلاتو، فانت بتستنى لما يخشوا يا عم انا مش هروح اقابلهم على الباب، فلا ناس تيجي ولا في بلاتو اصلا ولا في اي حاجه. بص يا كابتن سبحان الله وكان ربنا فعلا بيؤكد ما اكده على الارض في كل الاديان انك تعمل اللي عليك فربنا يديلك. الناس بتشتغل باحترافيه يا سبحان الله، اكم من مواقف يعني الحفره تتحفر كده. يا اخي انا يا سبحان الله يعني مش حاسس وقول بقى زي ما انت عايز، الحفر بنبقى شايفينها بعينينا سبحان الله، وهو بيحفر اخر حته فيها يروح واقع جواها. ليه؟ لان هناك عمل احترافي كامل، هناك جهد ناس، هناك ما يمكن ان يكون منظومه يشغل نفسي بيك. لا يشغل الله عليك يشغل نفسي بيك اصلا، لا تشغل نفسك نفس بالاخر. انا بستغرب انا طلبته لما... سمعته يعني في اول الحلقه مش شغل نفسي في بدايه بيك. الحلقه انا طلبت ايه طلبت حاجه، قلت لهم يا جماعه خلي كل واحد في يعني انا هتكلم عن النادي الاهلي بس، ولكن عندما يتكلم اي حد عن النادي الاهلي بشكل خاطئ او بشكل غير حقيقي هرد، لازم هرد، لكن طول ما انت بعيد عني انا مش هقرب. هروح لك ليه؟ خلينا دايما ننبذ التعصب، بالعكس نفضل دايما واقفين ان احنا هو عايش على الجزئية دي. ما هو انا مش عايز اوصل للنقطه. لا هو عايش، هو عايش لا في حد بقى في حاجه على اللقطه دي، حياته كلها في اللقطه دي، لو طلع بره محدش هيكلمه ولا حد هيبص عليه. أوكي. فهيعيش لك في ان انا شاغل نفسي بيه، وده كويس على فكره، ده من مصلحه النادي الاهلي. هيبرز الوجه الحقيقي للاحتراف. هيخليك هيخليك صاحي واخد بالك قوي كويس جدا، هو مش مدرك على فكره. عارف ايه هو يعني بيقدم خدمه يا عم عصام، خدمه جميله جدا ومجانية. انا على طول حاطك فين؟ في عيني وشايلك، فانا خلاص باصص لك كده ما بعملش حاجه ثانيه، فخلاص ده كويس جدا برضه، وده الاعلام الجديد اللي احنا طب انت مش معايا يعني ان الاحتراف الحقيقي الحقيقه والتعصب الحقيقي هو الوجبه اللي انت قدمتها في استعراضك للملعب. اللي هو ايه يا اخي؟ تعالى نفسني في انك تخلق فرص لاضافه ملعب، لاضافه فريق، لنموذج احترافي. يعني انت عطلت الطياره في بايرن ميونخ يا اخي وعاوز نفسك ده كلام حقيقي. ده كلام الطبيعي، لنموذج احترافي حقيقي. عايزين نتنافس في الملعب في كل حاجه، لنموذج احترافي حقيقي في افضل رعاه. يا اخي في اكتر من ان الناس تتحدث في العام 2021 في بلد بعنوانها مصر الجديدة من 7 سنين ويتكلموا أن المعلن يجب أن يضخ أموال لكل كليلة. ليه يا عم؟ ليه؟ ده الناس بتتبرع للجوامع بعد ما البيوت بتستكفى. يعني بمعنى إذا لم يكن هناك سيرش يقول لك سيرش مين؟ تقول له بصيرة، يقول لك بصيرة مين أنت اللي ما عندكش بصيرة؟ مراكز عالمية، مركز الأهرام 500 دوكمنت العالمية بقى اللي طلعت دي كمان ريال مدريد، يكفي انه رئيس ريال مدريد يبارك لمحمود الخطيب انه ناديه هو الثاني او الاول مكرر، حتى ده كمان بيتآمر على العالم المصري. معقولة يعني؟ قولوا للناس كلام منطقي يا جماعة. بالظبط كده، انا ده انا دايما بطالب بيه يا استاذ عصام، واتركوا من يعمل يعمل. بالظبط كده، بس انا مش عايز حاجة على فكرة، انا عايز اللي يكلمني يكلمني يقول لي لا اسلام انت 42 بطولة الدوري، لا انت ما خدتش 42. طب ازاي ما خدتش 42؟ ما هو انا خدت سنه كذا وسنه كذا وسنه كذا، ما تيجي تجمع الارقام دي يبقوا 42. مظبوط. هو ده المنطق، هو ده التحليل. ده طلعوا حاجه اسمها حلال، يقول لك طب دول فيهم كام بطوله حلال؟ يا اخي حاشا لله. ما انا بقول لك دايما الحلال والحرام ده هيفتح باب تاني. اعوذ بالله، لا هيفتح باب في منتهى الخطوره على فكره. ما انت ساكت على حاجات بالظبط. البعد استمر يا كابتن اسلام، الاخلاق والادب اللي بيتعامل بيه النادي الاهلي طبعا استمر وتجاوز بصوره وتجاوز بصوره غريبه كده في الفتره اللي فاتت. عارف انت من السنتين ثلاثه اللي فاتت من بعد البرامج اللي طلعت في فضائيات خاصه بدا البعض يحاول يشوه الصوره بانه يخدشها بايه؟ بطوبه كده، بزلطه كده صغيره كده. هو مدرك
هو عاوز يوصلك لفين، هو عاوز يجرك، انت ساكت بتتفرج عليه، سكوتك ده خلاه يزيد ويتمادى. الكثير من اللعيبه اللي طلعت تتكلم، الاهلي علم عليها في الملعب، هو ما لقيش فرصه جاي يعلم عليك فين في القناه، ما انت ما قدرت في الملعب، ما كنتش مش موجود اصلا، ما قدرتش، فعاوز اطلع كل اللي جوايا، فبطلعه فين؟ هطلعه في القناه في ان انا اقول ان انا بطل. انت ما كنتش بطل برضه ولا ايه؟ طب سامعني ما كنت، انت ما كنتش بطل، ما كنت بطل مكان ده، ما كانش ده حالك. لا دايما هي كره القدم والرياضه اخلاق، وسيظل دائما النادي الاهلي كبير باخلاقه وبقيمه وبمبادئه. طبعا مش عايز كلام، وانت مش بقيمه وباخلاقه وبمبادئه وبمثله اللي احنا دايما دي برضو بتضايق اهو، انت كده برضو بتضايق يعني، ما بضايقش حد انا بقول يعني انت كده انت برضو كل حكايه البادئ دي برضو بتضايق ناس عامله بتعمل لهم حساسيه على فكره. كل الفرق العالميه المحترفه لديها مبادئ احترام عقود، اللي هي يعني لما نفصصها احترام العقود، واحد واحد يساوي اثنين اجملناها عشان الوقت يمر. وبالتالي ايه الغريب لما تقول كده عن نادي بيحترم كل ما هو احتراف يا كابتن؟ ايه الغريب في كده؟ ثم ما لك والاخر؟ الموضوع ده مش سهل ابدا الناس تعبره، لكنه ده محتاج انه ما شاء الله بعد انتوا شغالين لازم نفتح الملفات دي، لازم نعرف ليه ما بتتعملش رابطه انديه محترفه، لازم نعرف لما يكون في انديه منافسه لديها رجال اعمال هم من كبار اصحاب الاعمال في الوطن العربي مش في مصر، ولا يعلنوا على تيشيرتات انديتهم، يروح يسالوا انفسهم ليه؟ لانه لا توجد ادارات منتظمه، لا يمكنه ابدا انه يبقى عارف بكره الاعلان هينزل ولا لا. ولا ده كلام كتير جدا على فكره، يعني ده محتاج بقى ان احنا الحلقات اللي جايه احنا دايما هنبقى قاعدين وهنفتح قضايا. هذا هو سر، هذا هو سر مش تفوق الاهلي، ان الاهلي مستمر، ما حدش قال تفوق ولا حاجه، ده طبيعي. تمام. الاهلي حين يتفوق يخرج بالاستاد ان شاء الله حلم المستقبل. الاهلي حين يتفوق تبص تلاقي مفرخه اللاعبين بتذهب الى اوروبا وليس حتى الى الدوريات العربيه. نعم. هذا هو ما يسمى انتظروا عائله الاهلي. البرنامج ما كانش محطوط يا كابتن بطريقه كلها عواطف وحب، لا، بطريقه تملاها العواطف والحب للاعضاء والجماهير لكن ملئه بالاحتراف يا كابتن. طبعا. استاذ محمود كلمات اخيره عشان ماتش يوم السبت. اتمنى ان شاء الله يكون التوفيق حليف فرقه النادي الاهلي في المباراه دي، المباراه صعبه، المباراه مش سهله، وانا عندي ثقه في ربنا سبحانه وتعالى انه مش هيخزي الاهلي وجماهيره، وان شاء الله الفرقه تكون حاضره بتوفيق كبير جدا، تفاصيل صغيره جدا، عندي ثقه في موسيماني كبيره انه مدرب عنده فكره، وان شاء الله هنعدي ونوصل المباراه النهائيه باذن الله تعالى ان شاء الله. استاذ عصام تقريبا يعني ما فيش زياده عن كلام الصديق الغالي يعني الاستاذ محمود صبري، غير انه فعلا الادوات اللي شغاله ادوات احترافيه، المكافاه من عند الله بعد ما تعمل اللي عليك هي لتثبيت الاحتراف، ليس فقط لعبور الاهلي، الاهلي لديه دولاب بطولات يعني حبل بالبطولات، انما هي لاثبات ان الاحتراف الحقيقي هو ما يمكن ان يظل على دوام هذا النجاح، بس لاثبات القاعده دي. من البطولات هناك الكثير، لكن العشرة بصراحة بقى هيبقى طعمها التاني خالص يا رب ان شاء الله، لانه هيبقى رقم قياسي بطولتين نتكلم في ده بعد يوم السبت ان شاء الله، ده نتكلم فيه اكتر بعد يوم السبت. انا بشكر حضرتك جدا يا استاذ محمود على وجودك معانا، دايما نتنور ونتشرف بوجودك معانا. استاذ عصام منور ودايما ربنا يخليك كابتن، نتشرف بيك وبوجودك معانا، موفقين ان شاء الله، وباذن الله باذن الله لا يضيع ابدا عمل وراء جهد الرجاله ان شاء الله. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، ان شاء الله زي ما حضراتكم عارفين النهارده كانت اخر حلقه في البيت الكبير، ان شاء الله نلتقي مع حضراتكم يوم الاحد. يوم الاحد هنشوف المباراه هتبقى يوم السبت عامله ازاي، وعندي مفاجاه برضو هعملها لحضراتكم يوم السبت. انا نازل اسكندريه، احنا قلنا لحضراتكم ان احنا هنلف في كل حته، ان شاء الله يوم السبت هكون في اسكندريه وهنتفرج وسط مجموعه من الاهلاويه الجامدين جدا، ان شاء الله نتفرج على الماتش، وان شاء الله ربنا يكرمنا ونشوف النتيجه، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بعد مباراه يوم السبت اكون مع حضراتكم على الهواء مباشره يوم الاحد. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وان شاء الله نلتقي يوم الاحد القادم وحلقه جديده من البيت الكبير.